مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه اليوم. لما بدات ازمه الكورونا من سنتين قلنا ان احنا هنعيش معاها فتره طويله جدا. كورونا فيروس، الفيروس من الخصائص الاولى بتاعته في العالم كله في كل كتب العلم هو انه متحور، يعني صعب جدا ان العلماء يمسكوا الفيروس في حالة ثابتة ولا يتغير بعدها، وده طبيعي، ده شيء طبيعي. انت بتتعامل مع فيروس اسمه الكورونا، والكورونا عمالة تتغير وتتفاعل، سواء تتفاعل بقى مع البني ادمين، مع الاصابات، مع الاماكن، لسه هم بيدرسوا ايه اللي بيحصل. عشان كده كل شوية بتسمعوا عن طفرات جديدة في هذا الفيروس وإصابات مختلفة أو إصابات بطريقة مختلفة، مرة يكون أسرع انتشارا، مرة يكون أكثر قوة، مرة يكون كذا، وبيفضلوا يدرسوها. وعلى فكرة هنقعد سنوات طويلة نتعامل مع هذه الطفرات المختلفة والتطورات المختلفة لغاية لما نوصل إلى الوقت. الحمد لله أصبح عندنا لقاحات، والآن بدأوا يدوروا على ايضا، وبدا يظهر في الاسواق او ناس بتعد ان في بدايه العام القادم هيبدا يبقى عندنا عقار، يعني دواء. بس هل ده ماشي مع الجديد اللي عمال يطلع لنا، ولا هناخد القديم وشغال ونبدا برضه نخش في الجديد؟ العالم كله بيتكلم على الاوميكرون. عايز اقول لكم الاوميكرون دواء اللي هو الاسم الجديد لاحد انواع الكوفيد 19 او للكورونا، ظهر واصبح النهارده في 17 دولة حول العالم ومنطقة سجلت الوصول اليها. يعني وصلنا ده. حاجات كتير جدا حضرتك تستغرب لها، واسئلة كتير جدا بتدور في الاذهان. انا في دماغي سؤال محيرني جدا، اذا كان الاكتشاف تم في دولة ما، واحنا اساسا السفر ما بين الدول، اما ان انت النهارده اخد التطعيم او اللقاح بتاعك، او ان حضرتك معاك بي سي ار ان انت نيجاتيف، يعني واحد من الاتنين دول فقط لا غير، او يمكن الاتنين مع بعض هم اللي هيركبوك اي طيارة. طب ازاي انتقل من دولة الى اخرى وظهر؟ ده سؤال منطقي للغاية، لان انا مستغرب منه ان دولة تقول في جنوب افريقيا اكتشفناه، وبعدها باسبوع يبدأ بقية الدول تقولك ده وصلني. وصلك ازاي؟ طب هو انت اللي راكب على الطيارات ده، يبقى انت احنا عندنا هنا مشكلة في حاجة من اتنين، يا اما في اللقاح يا اما في الكشف بتاع البي سي ار. ولكن كل هذه الاسئلة اللي بتطرح نفسها دلوقتي والدول بتتعامل ازاي، احنا هنطرحها على ضيفي. والحقيقة انا بشكره جدا جدا عبر سكايب الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة من لندن، مباشرة معانا في الحياة اليوم. دكتور حاتم مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا استاذ شادي، اهلا بحضرتك والساده المشاهدين. اهلا بك. السؤال بتاعي انا هبدا بس كده، يعني انا اسف طبعا، هو ازاي ينتقل من بلد الى اخر رغم ان اللي بيركب الطياره يا اما متطعم يا اما معاه بي سي ار ان هو نيجاتيف؟ من مهم جدا ان احنا يعني نفهم ان اللقاحات لا تمنع الاصابه بالفيروس. اللقاحات دورها الرئيسي هو تقليل حدوث الأعراض الجانبية الشديدة وتقليل الوفيات، لكنها لا تمنع الإصابة بالفيروس. فده أول شق للإجابة على سؤال حضرتك. الشق الثاني إن اللقاحات عشان تشتغل بشكل فعال بتعتمد على جهاز مناعة سليم، بمعنى إن لما اللقاح بيدخل جوه جسم الإنسان المفروض إن استجابة الجهاز المناعة الطبيعية في الظروف العادية إنها تنتج أجسام مضادة. إحنا لا نقدر، يعني في نسبة قليلة من الناس بيكون عندها مشاكل في جهاز المناعة، ومش لازم تكون مشاكل مرضية. استجابة الناس مش زي بعض للقاحات، ففي ناس جرعة لقاح بتبقى كافية، وفي ناس جرعتين لقاح بتبقى كافية، وفي ناس بتحتاج جرعة منشطة علشان جهاز المناعة يستجيب بشكل أفضل وينتج أجسام مضادة، ومن هنا يقلل من احتمالية إن الإنسان ياخد الفيروس من غيره، وفي نفس الوقت يقلل من المضاعفات والأعراض الجانبية. طبعا ده شيء لا أحد يعني يستطيع أنه يتحكم فيه، ومن هنا حتى مع إعطاء اللقاحات من المستحيل أن احنا نمنع حدوث انتقال الفيروس من دولة لأخرى، خصوصا
مع وجود أعداد كبيرة جدا من الناس على وجه الكرة الأرضية، ما زالت لم تكون مناعة ضد الفيروس، وما زالت لم تأخذ يعني أي جرعات من اللقاح، خصوصا في قارة أفريقيا اللي يعني بدأ يحصل فيها الموضوع ده، اللي معروف إن هم تقريبا حصلوا على لا يزيد على 6% من كمية اللقاحات المتوفرة حول العالم. طيب اذا يعني احنا النهارده عندنا تطور جديد او طفره جديده اللي اسمها الاوميكرون. بعد اذن حضرتك اعتمد على المعلومات بتاعتي منين؟ يعني في ناس بتقول لا ده هو نوع ضعيف بس اسرع انتشارا، وناس تانية تقول لا ده نوع قوي عشان كده هم خايفين منه ومخبيين علينا. من اين احصل على المعلومه حول هذه الطفره الجديده؟ هو بالطبع يعني المعلومات يجب أن تكون من مصادر موثوقة، وأنا في اعتقادي إن إحنا يجب أن ننتظر حتى صدور بيانات كاملة. حتى الآن لا يوجد أي بيانات كاملة، البيانات الوحيدة المتوفرة المعروفة إن الفيروس التحور الجديد اللي هو الأوميكرون لديه طفرات على الشوكة البروتينية اللي على الفيروس أكثر بكثير من الطفرات الموجودة على متحور دلتا، وده الشيء الوحيد اللي بيقلق العلماء حتى الآن، لأن معروف إن الشوكة البروتينية دي هي اللي بيشتغل عليها أغلب اللقاحات، فالقلق إن يكون الطفرة الجديدة خلت الفيروس مقاوم للقاحات، لكن حتى الآن لا يوجد أي دليل بالأبحاث أو على أرض الواقع بيقول إن الفيروس مقاوم للقاحات، ولا يوجد أي دليل يقول إن الفيروس ده أخطر من متحور دلتا والمتحورات السابقة. يجب أن ننتظر أسابيع، يعني المتوقع أن يبدأ يظهر بيانات بإذن الله خلال الأسابيع المقبلة، وبالتأكيد طبعا من المصادر الرسمية. طيب احكي لي عن الإجراءات اللي بتحصل في بريطانيا. بريطانيا واحدة من الدول ال17 اللي عملت إجراءات أو أخذت قرارات في الأيام الماضية أو في 48 ساعة اللي فاتوا بخصوص الأوميكرون. بسبب الأوميكرون رجعوا أخذوا قرارات أخرى خاصة بالكورونا. بالفعل يعني أول ما بدأ يظهر أول حالات مكتشفة هنا، حتى الآن في 3 حالات في يعني في المملكة المتحدة، وكمان 5 أو 6 حالات اكتشفوا في اسكتلندا. أول قرارات تم الإعلان عنها إن تم جعل ارتداء الكمامات إجباري من تاني. إحنا لغاية أيام فاتت الكمامات ما كانتش إجبارية، فطبعا بعد التطور الجديد واكتشاف الحالات الجديدة، هي طبعا حالات اعراضها بسيطه جدا، ما فيش اي منهم عنده حالات حرجه، وحتى الان لم يحدث وفيات الحمد لله، وكذلك ده ينطبق على باقي دول العالم اللي تم اكتشاف المتحور فيها. بس حتى الان الكمامات اصبحت اجباريه، وتم فرض برضو يعني قيود على السفر وحركه الطيران مع بعض الدول في افريقيا اللي تم اكتشاف المتحور فيها، وكذلك تم فرض عمل اختبار البي سي ار لاي شخص بيجي من بره بريطانيا خلال ال 48 ساعة بعد وصوله. طبعا دي كلها الإجراءات الجديدة، وما زال الوضع يعني متحرك، قد يتطور لشكل أكبر من كده لو الحالات زادت. طيب عايز أسأل حضرتك سؤال، أخبار الدواء إيه؟ سمعنا أن هناك عقار هيخرج إلى العالم قريبا وتم الإعلان عنه، وده هتقدر بيه تقاوم المرحلة الأولى إلى يعني إلى المرحلة الثانية من الكورونا والإصابة بها أو منتصف الحالة الثانية يعني. هل هذا صحيح؟ بالطبع ده سؤال مهم جدا من حضرتك. يعني يمكن في اعتقادي إن الأدوية اللي تم اكتشافها والموافقة عليها من ضمنها المولنوبيرافير، العقار اللي بيعطى عن طريق الفم، والعقار الآخر اللي منتظر يتم الموافقة عليه اللي هو الباكسلوفيد، دي عقارات بتشتغل بشكل مختلف تماما عن اللقاحات، ولا علاقه لها بالبروتين الشوكي او الشوكه البروتينيه، فدي بتمثل امل ان شاء الله. مع يعني على الرغم من كده سيظل ان شاء الله يعني في اعتقادنا ان فعاليه اللقاحات لن تختفي، ستظل لها فعاليه، بس طبعا من المبكر الحديث على كفاءتها الكامله. لكن العقارات المكتشفه بتشتغل بشكل مختلف، وبتعمل طفرات جينيه داخل الفيروس بتخليه يقضي على نفسه داخل الجسم، وبالطبع ان شاء الله ستكون يعني امل انها تساعد اللقاحات في مقاومه الفيروس في المراحل الاولى ان شاء الله. طيب خليني انتقل بحضرتك لمرحله تانية.
احنا النهاردة بقالنا سنة ونص او سنة تقريبا بدأت اللقاحات تقريبا، ولم نستطيع ان احنا نطعم الدنيا كلها او العالم كله. يعني مفيش دولة في العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية قالت لك انا عملت 100% من الناس رغم كل اللي هم بيحاولوا يعملوه. ولكن في بداية الازمة واحنا بنعمل كده في كل موسم بسبب الانفلونزا بناخد اللقاحات كل سنة، وقيل ان احنا هنحتاج نعمل كده مع الكورونا زيها زي اي انفلونزا اخرى، كل سنة هنكرر اللقاح. طب اذا كنا حتى الان ما قدرناش ان احنا نطعم كل البشرية وكل الدول تطعم انه الانتاج يكون كافي اساسا، هل سنستطيع ولا هل نتوقع ان احنا في السنة الجاية نضطر نبدأ من اول وجديد ناخد لقاحات اخرى؟ هو يعني حضرتك الاساس قبل ما نتكلم عن اعطاء اللقاح بشكل موسمي لازم يعني، وده اعتقد بقى واضح للجميع دلوقتي ان من اهم الاسباب اللي ادت لحدوث التحور الجديد ده، ان طبعا في عدم عزالة، في غياب العداله في توزيع اللقاحات في العالم خصوصا دوله افريقيا. فواضح جدا ان الاساس هو ان لن تخرج دوله بمفردها من هذه الازمه، يجب تكاتف دول العالم كلها لتوصيل اللقاحات لاكبر عدد من الناس. طبعا احنا مش يعني الوصول ل 100% شيء غير منطقي، لكن لازم نوصل لمرحله فيها مناعه جماعيه على الاقل 60 ل 70% من الناس حول العالم يكونوا اخذوا اللقاحات علشان نمنع او نقلل من حدوث طفرات اسس الشرطي. هي دي الطريقه اللي هتخلي الفيروس يحدث طفرات ضعيفه وليس طفرات خطيره، ان احنا نعمل مناعه بحيث الفيروس ما يقدرش يطور نفسه لطفرات اكتر. وبعدها هيبدا يعني زي ما حضرتك تفضلت هيكون اللي احنا نامله ان يكون زيه زي فيروس الانفلونزا، يعني ضيف يجي لنا كل شتاء وساعتها بناخد له اللقاحات المعدله اللي بتقلل من الاعراض وتقلل من المضاعفات بتاعته. طيب خلينا دكتور حاتم، وانا اسف طبعا، انا عايز انقلك بقى للخناقه اللي هي الخناقه اللي شغاله اليومين دول كده من شركات الادويه. اللقاح ده ما يأثرش، واوميكرون ده ما ينفعش معاه التطعيم الفلاني، فتطلع الشركه الثانيه ترد عليه تقول له لا انا ضامن ان اللقاح بتاعي ايضا ضد الاوميكرون. هو لحق في اسبوع يكتشف ان اللقاح بتاعه قادر يتعامل مع الطفره الجديده؟ وبالطبع يعني هو يعني من المبكر جدا ان احنا نوصل لمعلومات مؤكده. يعني احنا طبعا شفنا احد الشركات، طبعا رئيس الشركه قال اللقاح فعال بنسبه كبيره ومفيش قلق، ورئيس تاني لاحدى الشركات الاخرى قال انا اشك ان يكون فعال ضد المتحور الجديد. اعتقد ان الحقيقه هي بين الاثنين يا استاذ شادي. الوضع يعني لن يكون، ما ينفعش ان احنا نبالغ في الخوف، لان حتى الان الحالات المكتشفه اعراضها خفيفه الحمد لله، لكن في نفس الوقت ما ينفعش نبالغ في التساهل وننسى ان دلوقتي الدور الاساسي هو التكاتف بين دول العالم والاجراءات الاحترازيه الناس تعملها والناس تاخد اللقاحات. وما ننساش ان ما زال في قطاع من الناس للاسف يا استاذ شردي بيشكك في كفاءه اللقاحات للاسف، وده شيء بيحزن. احنا دلوقتي تاكدنا ان اللقاحات هي السبيل الاساسي للخروج من هذا المازق، والوضع لن يحل الا بان احنا ننظر نظره واقعيه فيها تفاؤل حذر، بحيث ناخد بالاسباب وفي نفس الوقت ان احنا لو في فرصه ناخد اللقاح ونوصل اللقاحات لاكبر عدد ممكن من الناس. ويجب ان ننتظر، من المبكر جدا ان احنا ندي معلومات مؤكده، لان لا احد يعرف حتى الان بشكل دقيق نوع يعني حقيقه او خطوره هذا المتحور الجديد. دكتور حاتم، أنا النهاردة دولة حتى الآن لم يظهر فيها هذا المتحور الجديد، أعمل إيه؟ هل من المفترض أن الدول تقفل؟ ولا هل من المفترض أن هي تاخد بالها مين اللي واصل واللي جاي إزاي؟ إذا كنت حضرتك بتقول لي ممكن يكون آخد التطعيم ومصاب بالفيروس ونقله، طب أنا أضمن إزاي أن هو مش مدخلهولي واحد تاني عندي يروح لطع منه الفيروس ده أو يتعدى منه؟ هو طبعا يعني ده سؤال صعب يا استاذ شادي. اقول لحضرتك هو لان الموضوع له ابعاد كثيره ليست فقط الابعاد الطبيه او الصحيه، لكن انا في اعتقادي ورايي الشخصي في هذا الوضع لو كل الدول تاكدت انها اعطت اللقاحات بشكل كافي
احنا ما نقلقش من التحول. يعني بمعنى ايه؟ هيبقى في اجراءات احترازيه، لكن سيتم فتح الحدود بين البلاد ما دام انت اطمنت. القلق الوحيد والاساسي دلوقتي يا استاذ شردي على الدول اللي عندها قطاعات كبيره من الناس ما عندهاش مناعه للفيروس، والقلق لو المتحور ده ثبت خطورته، لو بالفعل ثبت انه اخطر من دلتا، سيؤدي الوفيات لو دخل في مجتمع ما عندوش مناعه. لكن لو دخل في مجتمع عنده مناعه تكونت، واحنا حتى الان يجب الا ننسى ان اللقاحات فعاله، وانا لا اظن انها فعاليتها هتقل بشكل كبير مع المتحور الجديد، ممكن تقل بشكل نسبي، لكن ما زالت بتشتغل. ومن هنا لو قدرنا نغطي اكبر عدد ممكن من الناس، انا في اعتقادي مش هيبقى فيه داعي لغلق الحدود بين البلاد كلها. لكن طبعا احنا بعيد على هذه المرحله، ما زالت في بلاد كتيره فيها اعداد كبيره من الناس ما اخذتش اللقاحات، خصوصا في افريقيا. دكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجه في لندن، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا وعلى هذا الايضاح، ودايما بنعتمد عليك انك تقول لنا ايه اللي بيحصل، علشان يعني بنحب ناخد الراي من اهل الخبره. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. اشكرك اشكرك. عايز اقول لحضراتكم زي ما انتم سمعتوا كده، علشان بس ايه التصريحات اللي عماله تطلع اليومين دول، اللي يقول لك اللقاح ده ايوه ما تقلقش انا التطعيم بتاعي ضد البتاع ده، طب ده هو لسه طالع امبارح، يعني ده احنا لسه مكتشفين ال 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 الطفره الجديده دي من 3 4 ايام، انت شعرفك ان انت اللقاح ده نفع معاه. وفي نفس الوقت ايضا زي ما الدكتور حاتم قال احنا اساسا مش عارفين قوه الطفرة الجديدة دي ايه، لان حتى الان كل الاصابات المسجلة مايلد، يعني حاجة طفيفة خفيفة لم تتطور، ومحدش دخل فيهم في مرحلة الخطر، وما حصلش اي وفيات. وبالتالي زي ما قلت لحضراتكم، العالم الصحي والطبي يتلمس في الظلام، يتلمس في الظلام. في ناس بيطلعوا بقى يصطادهم في الماء العكرة، او يستغلوا ده ويقدموا حاجات او يقولوا حاجات، ده شيء تاني سيتم التعامل معاه وسيسجل في كتب التاريخ الطبي للعالم، لانها مش هتعدي بالساهل. انما في نفس الوقت ده ارجوكم العودة للاجراءات الاحترازية اللي كنا بنتخذها اول ما خفنا، اول حالة الرعب اللي جت لنا في مصر كنا في شهر ابريل، مارس ابريل، نهاية مارس او منتصف مارس ابريل، وكانت حالة رعب عامة. ارجوكم عودوا مرة اخرى الى الالتزام بالكحوليات او تطهير اليد. وعايز اقول لكم ان احنا زي ما قلت لكم احنا هنقعد سنوات طويله قوي في مواد جديده بدا العالم يكتشفها، ملهاش دعوه بقى ولا علاقه بالكحول ولا غيره، وتقضي على الفيروسات بنسبه عاليه جدا، مفيش فيها اي كيميائيات. هنبدا نتعود في بيوتنا نستخدم هذه المواد، وانا متاكد انها ستبدا في الانتاج في مصر، وستنتج في مصر بشكل او باخر، لان احنا اذا كنا بننتج اللقاحات دلوقتي. ومره ثانيه روح خد التطعيم بتاع حضرتك. بمناسبة التطعيم وبمناسبة اللي بيحصل في مصر، عايز اقول لكم ان وزير التعليم العالي والقائم باعمال وزارة الصحة استعرض النهاردة، دكتور خالد عبد الغفار طبعا، استعرض النهاردة امام اجتماعات مجلس الوزراء الحالة الوبائية دوليا ومحليا ومستجدات المتحور الجديد، واتكلم على تطبيقات الرايف ايجيبت لتسريع وتيرة دخول السائحين لمصر. انت قبل ما تيجي مصر والسواح فتحوا لهم ويب سايتس، بيقدر بقى يبعت الدوكيمنتس بتاعته علشان الناس ما توقفش طوابير، وعشان اللي بيحصل في المطارات من تأخير احيانا، فانت بتسهل على اللي جاي علشان يقدر تتعامل معاه وتبقى مسجله ان الراجل ده جاي، ده اخد تطعيماته، ده عامل PCR بتاعه، ده عامل كذا وكذا. كويس. ولكن ايضا ومن ضمن التحذيرات ان بكرة يبدأ تطبيق القانون او القرار الخاص بعدم دخول المواطنين للمصالح الحكومية الا بشهادة تلقي اللقاح او بالPCR، يعني ان حضرتك توري له ان انت عامل PCR وان انت نيجاتيف كورونا، تفضل خش المصلحة، مش عامل ده مش هتخش المصلحة، او بان انت يكون معاك الكيو ار كود اللي بتاعك، اللي هو ان اخدت التطعيم بتاعي على الهاتف. دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه، المتحدث باسم الوزاره. مساء الخير دكتور خالد. دكتور خالد اهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. مساء الخير دكتور خالد. اهلا وسهلا يا فندم، خير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. اهلا بيك.
هل سيبدأ التطبيق بشكل صارم من الغد ولكن، ولا ممكن ان في ناس يقول لك والله انا لسه ما اتطعمتش هروح اتطعم، هتمنعه من دخول المصلحة الحكومية؟ هو طبعا خليني اقول لحضرتك انه القرار دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لإدارة يعني فيروس كورونا المستجد قرارها ده طالع من 17 اكتوبر 2021 الماضي. تمام يا فندم. وطبق هذا من يوم 15 نوفمبر على الموظفين في سواء على مستوى ديوان عام وزارة التنمية المحلية او دكتور خالد. دكتور خالد ايوه هنرجع لحضرتك تاني، الصوت بيقطع مننا، حضرتك في مكان مفيش فيه ارسال، هنعاود الاتصال بسيادتك فورا عشان نفهم الحته دي او النقطه دي. عايز اقول لكم ايوه في مواطنين لسه ما اتطعموش، ايوه في مواطنين مسجلين، ولكن انا عايز اقول لكم وزاره الصحه بتتيح اللقاح ووك ان، يعني انت ما عندتش مضطر تخش تسجل اسمك علشان تبلغ، انزل روح اقرب مستشفيات الحكوميه جنبك وقول له انا عايز اتطعم، تقدر تخش وتسجل ببطاقتك وتاخد الرقم وانت واقف وتاخد في الطابور وتبدا انك انت تاخد اللقاح او الحقنه بتاعتك، ويديك الكيو ار ان انت خدت الجرعه الاولى، وبعدها يديك ميعاد الجرعه الثانيه وتروح تاخد الجرعه الثانيه. دكتور خالد احنا عدنا اليك مره ثانيه. اتفضل يا فندم. هو زي ما كنت بقول لحضرتك هقول من ثاني انه في يعني تاريخ 17 اكتوبر الماضي اللجنه العليا لاداره ازمه فيروس كورونا المستجد. يا فندم انا عارف دكتور خالد، انا عارف ان كان هناك متسع من الوقت امام الناس علشان تاخد اللقاحات، ولكن وكالعاده حضرتك عارف الناس هتبدا تقول لك والله ما كناش قادرين، ما كناش عارفين، ما عرفناش نوصل بسهوله. هل في فتره هتسمح له؟ طيب لو انت مش اخد اللقاح انت بتدخله دلوقتي بالبي سي ار، طيب لا يلبس ماسك مثلا ويدخل يقضي مصلحته ويمنع بعد كده، ولا انت من الاول هيبقى ممنوع عليه الدخول فعلا؟ لا يا فندم، يعني خليني اقول لحضرتك البديل الثاني ان هو 1 ديسمبر من يوم غد اللي مش معاه شهادة ان هو حاصل على تطعيم ضد كورونا يجيب لنا تحليل بي سي ار حديث ويكون برضه لابس الكمامه ويخش يخلص المعامله بتاعته، اذا ما كانش معاه لا هذا ولا ذاك عليه ان هو ممكن يخش بوابه الخدمات المحليات ويطلب الخدمه اونلاين اللي هو عايزها بدل لغايه لما يحصل على التطعيم بتاعه. الكلام ده كله في كل الجهات الحكوميه مش كده؟ جميع المصالح التابعه لكل الوزارات؟ وطبعا انا باعتباري ان انا بتكلم على ديوان عام وزاره التنميه المحليه والوحدات التابعه لينا والمحافظات والوحدات الاداره المحليه، فخليني اقول لحضرتك انه قرار اللجنه العليا بيطبق على كافه المحافظات يا فندم وكافه الدواوين. كافه الدواوين الحكوميه. بالظبط يا فندم. تمام، يعني احنا بنتكلم في كل الدواوين الحكومية. انا متوقع يعني خلال 3-4 ايام الجايين دول ممكن يكون في شوية لغط، انما هتبدأ المسألة تتعامل بالسيستم بتاعها هيكون اكثر ترتيبا وتنظيما. بهذه المناسبة دكتور خالد لو سمحت، انا عندي قد ايه في المحليات موظفين ما اتطعموش؟ خليني اقول لحضرتك يعني زي ما اكد معاه الوزير يوم 15 نوفمبر ان كل منتسبي وزاره التنميه المحليه والوحدات التابعه ليها اتطعموا، انما على مستوى المحافظات ودواوين المحافظات كان هناك مجموعه ما كانتش لسه اتطعمت، بعتنا اسمائها للساده المحافظين وبالفعل تم التنسيق مع مديريات الصحه في المحافظات وراحت فرق عمل طعمت الزملاء دول. طب هل بعد تطبيق الحكومة للقانون الجديد او انهم القرار بتاعها اللي هيحصل ده، هل انتم متوقعين ان يحصل يعني هقول لك يعني ان الدنيا تهدى شوية، ان يحصل تأثير على المواطن في تقديم الخدمات الحكومية اليه؟ يعني انا الموظفين هيتعامل ازاي مع المواطن والمواطنين اللي داخلين لهم علشان الاسراع بالخدمه، لان المواطن اللي مش عارف يوصل جوه عشان يخلص خدمته ده، هل انتوا هتزودوا اعداد الناس على الويب سايت مثلا؟ هل انتوا هتتعاملوا معاهم بشكل مختلف؟ هل مش ممكن ان انت تمشي امورهم الى ان يتم الانتهاء من تلقيح كل الناس؟
خليني اقول لحضرتك على نقطه كويس جدا. سؤال حضرتك، احنا النهارده كان معالي الوزير امبارح في كفر الشيخ بيفتتحوا 13 مركز تكنولوجي على مستوى المحافظه جداد، وعلى مستوى كل المحافظات المصريه هناك مراكز تكنولوجيه، وهناك مراكز تكنولوجيه متحركه كمان بتروح للناس حيث الاماكن بتاعتها، وخاصه الاماكن المزدحمه بالسكان. فالمراكز التكنولوجيه دي تستطيع انها تقدم الخدمه عن بعد. وخلي بال حضرتك يا فندم، ثانيه واحده، ما هالمراكز دي انا المواطن محمد شردي اللي معرفش في الكمبيوتر وما اتطعمتش ومعيش بي سي ار، عايز اخش جوه المركز ده علشان هو يسجل لي ويخلص لي ورقي، طب ما هو ده برضه نشر للمرض. لا، ما حضرتك برضه حضرتك هتتعامل معاك عن بعد، وبالتالي ازاي يا فندم ازاي عن بعد؟ ثواني بالظبط كده، خليني اقول لحضرتك. ايوه حضرتك استاذ محمد شردي مش عارف تتعامل على عن بعد، خلاص؟ حضرتك حد في اسرتك هيخش على الويب سايت بتاع الخدمات المحليات وهيقدم لحضرتك على الخدمه، وحضرتك احنا لنا بروتوكول مع وزاره الاتصالات عن طريق هيئه البريد المصريه بتيجي تجيب لحضرتك المستند اللي حضرتك طلبته اونلاين لغايه باب البيت عند حضرتك. يبقى اخو حضرتك او ابن حضرتك هيقدم لحضرتك على الخدمه. يبقى تمام؟ طيب امال هنا بقى يا استاذ محمد، أيوة. هنا بقى يا استاذ محمد حضرتك هيخلق ده عندك حافز ان انت تنزل تسجل اسمك وتروح تاخد التطعيم بتاع حضرتك. احنا بنعمل كده ليه؟ زي ما عملنا مع موظفينا علشان حفظا لسلامتهم ولصحتهم ولصحه اسرهم. وحضرتك شايف التقارير اللي بتصدر عن مجلس الوزراء اللي بتقول ان معدلات الوفيات قد ايه من نسبه الحاصلين على التطعيم وبنسبه غير الحاصلين على التطعيم. اذا هو التطعيم حصن وقايه، الدوله المصريه وفرته بالمجان لكل مواطنيها على الاطلاق دون اي تمييز، وبالتالي علينا كلنا ان احنا نسجل ونروح نطعم. دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه ومتحدث باسم الوزاره، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وعلى هذا الايضاح. ارجوكم انزلوا وسجلوا، انا متاكد ان في الايام القادمه يعني الاربع خمس ايام اللي جايين دول ممكن يحصل شويه قلق شويه توتر، ابواب المصالح ناس بتتكلم، ولكن ده كله هيحل نفسه في خلال اسبوع. وفعلا هم قالوا من فتره طويله لو سمحتوا انزلوا وخدوا اللقاح بتاعكم علشان تقدروا بعد كده ان انتوا تتعاملوا مع المؤسسات الحكوميه. على فكره ده كله موجود في كل حته في العالم. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل مع حضراتكم الحياه اليوم. النهارده استمرت اعمال اليوم الثاني لمعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكريه ايدكس 2021. عايز اقول لكم احنا كنا زمان بنتفرج على الاخر، يعني كنا وخلينا يعني وما زلنا طبعا، مش هقول لكم بقى ان احنا من اولى الدول في الانتاج بتاع الحاجات الدفاعيه والاسلحه، لا طبعا، ولكن على الاقل احنا اتطورنا كثيرا جدا. على الاقل احنا استطعنا ان احنا نحط رجلينا على طريق يحترمه الاخر ويجي يعرض ويتبادل معايا المعلومات ويتبادل معانا الخبرات. لما تشوف بلدك في هذا المكان وفي هذا المجال بهذا الشكل، اعرف ان انت بدأت تتكون عندك صناعة يحترمها الاخر. وانتوا بتتكلموا على صناعات يعني في غاية الاهمية، انتوا تتحدث عن صناعات أسلحة وأسلحة متطورة، ويعني حاجات من المفترض صناعات دفاعية وعسكرية. ولما تتكلم على معرض في 21 جناح دولي، يعني العالم يهتم بأن يتواجد عندك لعرض الأحدث في هذه التقنيات والتكنولوجيا والتطوير. طبعا الأسلحة فيها تطويرات وحاجات معقدة للغاية، ولكن المعرض بيكون بالنسبة لهم مرحلة ووقت يستطيع في القيادات المختلفة في الدول المختلفة للشركات المختلفة أو
وزارات الدفاع المختلفة والقادة العسكريين ان هم يلتقوا، لان هم بيهتموا جدا يجوا يزوروا المعارض دي ويشوفوا ايه الجديد في العالم، ويشوفوا الدولة دي طرح ايه والمصنع ده طرح ايه، ويبدأوا ان هم يلتقوا مع بعض ويعقدوا اجتماعات ثنائية واجتماعات جانبية. النهاردة العديد من قادة الافرع الرئيسية للقوات المسلحة عملوا لقاءات على هامش هذا المعرض مع عدد من القادة العسكريين للدول المشاركة في المعرض. يعني القادة العسكريين اللي جاية دولهم بتشارك في المعرض، وخدوا بالكم دي صناعات دول جاية باسمها، فعقدوا مجموعة من الاجتماعات. كاميرا الحياة اليوم كانت موجودة النهاردة، خلينا نشوف التقرير بتاع اليوم الثاني وما حدث في اليوم الثاني في معرض ايدكس، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. في اليوم الثاني على التوالي تستمر 400 شركة محلية وعالمية في عرض منتجاتها العسكرية بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية ايدكس 2021، بعد نجاح نسخته الأولى وتصنيفه كواحد من أهم 10 معارض دولية عسكرية ودفاعية. المركبات بتاعتنا يعني مختلفة الأنواع عشان برضو الاستخدامات بتاعت القوات المسلحة والشرطة المدنية. الحمد لله دلوقتي قادرين ان احنا نشوف متطلباتنا ايه، وقادرين الحمد لله ان احنا نعملها بدون ما نجيب المعدات او المركبات دي من بره الحمد لله. شركه رساله الاسكندريه كان لها السبق دلوقتي حاليا ان احنا انتجنا الفرقاطه جو ويند 2500، ودي بالتصنيع مشترك مع شركه نافال جروب الفرنسيه، وبنتعاون مع شركه تي كي ام اس الالمانيه لبناء الفرقاطه ميكو اي 200. هذه المشاركة تنعد أكبر مشاركة للقطاع الدفاعي خارج دولة الإمارات، وإذا دلدل على أهمية حضورنا في جمهورية مصر العربية. نحن حاليا مشاركين بعشر شركات من مجموعة إج، وطرحين وعارضين 13 منتج من نخبة المنتجات اللي عندنا. طفرة كبيرة بتشهدها الصناعة العسكرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، وكانت الدافع القوي وراء إقامة معرض دولي بحجم إيدكس لعرض أحدث ما توصلت إليه مصانعنا العسكرية والعمل على تطويرها من خلال تبادل الخبرات مع مثيلتها الأجنبية في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوسيع دائرة التصنيع العسكري في مصر. الطيارات المصرية 100% تمت بأيدي مصرية في المصانع المصرية بتكلفة اقتصادية بتقارن في ربع تكلفة مثيلتها من المنتجات الأجنبية، بتستخدم في تدريب واختبار عناصر وقوات الدفاع الجوي والوقوف على الصلاحية الفنية للمعدات، وبرضو خطوة كويسة جدا بالنسبة للقوات المسلحة بان احنا ابتدينا نشتغل في تكنولوجيا صناعة طائرات مواجهة بدون طيار. دي منظومة مجابهة الطيارة بدون طيار، دي اول مرة بنعرض حاجة زي كده. الحاجة فندم تقنية حديثة جدا بتجابه الحاجات الموجودة في العالم، وطبعا فرق السعر يعني يكاد يكون 10 أضعاف بالنسبة للمثيل الأجنبي، وكل الزوار اللي هنا أشادوا بحاجة وبتقفلها وبالخواص الفنية بتاعتها. احنا بنمثل الشركة هنا في المحرك بتاع الـ M1A1 المحرك الدبابة، ومنحنش برضو عندنا مشاركة برضو تانية من ناحية الطيارات في الديفنس، حاملة الصواريخ والعجل بتاع الطيارات. رسائل عديدة يبعثها إيدكس لدول العالم، وعلى رأسها رسائل السلام. وخلال أيام انعقاده الأربعة يستقبل المعرض حوالي 30,000 زائر من المتخصصين والمهتمين بمجال الصناعات الدفاعية، وهو ما يعكس مكانة مصر القوية وثقلها السياسي والعسكري، ليصبح الحدث الأضخم في مصر والقارة الإفريقية علامة مضيئة في مشوار الجمهورية الجديدة، مؤكدا على أن مصر هي أرض القوة والسلام. محمد سلامة، الحياة اليوم. عايز أقول لحضراتكم أن 21 جناح اللي قلت لكم عليه، 21 جناح الدولي دول فيهم 400 شركة مشاركة في المعرض، 400 شركة بتشارك في المعرض، وأن 400 شركة دول متوزعين على 42 دولة. ولو شفتم آراء الخبراء ولو شفتم الإنتاج المصري، خدوا بالكم حضرتك بتفاجأ إن أنت بتنتج مع شركات أجنبية في إنتاج مشترك، بتطور في حاجات وبتطرحها وبتقول والله أنا مقدم لكم مثلا طيارة بدون طيار مقدمينها، ودي سعرها أقل، قد يصل خدتوا بالكم إن هي أقل 20 مرة من مثيلاتها الأجنبية.
فيبدأ الآخر ينظر إليك، طب أنت بتعمل دي إزاي وعاملها إزاي ومصنعها إزاي، ويبدأ يختبرها. ممكن فجأة جاي عقد جاي لك لو سمحت أنا عايز أشتري دي، أو على الأقل عقد جاي لك من داخل مصر لوزارة الدفاع المصرية علشان توفر عليهم المبالغ الطائلة اللي بيضطروا يدفعوها عشان يجيبوا حاجات من بره. شركات زي ما حضرتك شايفة هنا متخصصة في إيه؟ في العجلة بتاعت الطيارة. شركات أخرى متخصصة في حامل الصواريخ اللي بيركب على أنواع معينة من الطائرات والتطويرات بتاعتها، الدبابة الام 1 اللي احنا بناخد وبننتجها في مصر بشكل كبير جدا، والمحرك بتاع الدبابة اللي ممكن آخر أيضا، وبتعرض قدرتك ان انت بتطور في هذا المحرك طول ما انت شغال. على فكرة مصر عندها مجموعة ضخمة جدا من المصانع ومن الابتكارات ومن التطوير في هذا الشأن. على الهاتف الأستاذ محمد بكر المتحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي. أستاذ محمد مساء الخير. النور يا أستاذ شيرين، زي حضرتك. أهلا بيك. ماذا تقدم وزارة الدولة للإنتاج الحربي في هذا المعرض؟ الحقيقة وزارة الإنتاج الحربي في جناحها السنة دي بتقدم عدد من المنتجات اللي بتعرض لأول مرة، المدرعة على جنزير سينا 200، وده كان بحث بيتابعه الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا حتى تحول لإنتاج فعلي نقدر نشوفه دلوقتي على الأرض. كمان الرشاش المتعدد يمكن معلش اسمها سينا 200. سينا 200 تمام يا فندم. الرشاش المتعدد يمكن ظهر للمرة الأولى في إيدكس 2018 وكان لسه بحث، كان بروتوتايب اللي ظهر في 2018 وكنتوا بتعرضوا بتقول احنا بنطور في رشاش متعدد شكله كده. مظبوط يا فندم، ده كان مجرد بحث. دلوقتي الانتاج الكمي بدأ في مصنع 300 الحربي، العربية المدرعة على عجلات ST 500 برضو تقدر تشوفها داخل جناح الانتاج الحربي دلوقتي، الرادار الثنائي، عدد من المنظومات الالكترونية الدفاعية موجودة داخل جناح الانتاج الحربي ده، بالإضافة لعدد كبير جدا من المنتجات اللي بتنتجها مصانع الانتاج الحربي من أسلحة صغيرة ومتوسطة وذخائر بمختلف أعيرتها. طيب أنا يعني هل حضرتك لما بتعرض ده أنت ممكن تبيعه للخارج؟ يعني هل مثلا بنستهدف أن نقدم ده كمنتج اللي عايز أي دولة تخش تقول تعمل تعاقد أنا عايز أشتري من الأسلحة دي عايزة كده وتبدأ مصر تصدر؟ بالتأكيد فندم، بس يعني ده بيكون لي عدد من الإجراءات بتتم بالتوافق مع الجهات المعنية. طبعا دي مسائل بتبقى على أعلى مستوى أنت بتنتج بالضبط، لكن احنا كجهة تصنيعية اللي اقدر اقوله لحضرتك ان كل منتجات الانتاج الحربي بتستخدم من قبل قواتنا المسلحة، وده اول سؤال اي دولة تيجي تتعاقد معاك، هل هذا المنتج قواتك المسلحة تستخدمه ولا لا، وبالتالي ده بيكون نوع من انواع التسويق لمنتجك التصنيعي. مدام قواتك المسلحة بتستخدمه فده اكبر تأكيد على انك عندك ثقة في هذا المنتج، وبالتالي بيكون التسويق ليه خارجيا بشكل كبير. طيب انت احنا بنجيب التكنولوجيا منين يا استاذ محمد؟ يعني حضرتك بتكلمني على حاجات فيها تكنولوجيا متقدمه جدا، يعني الرشاش المتعدد ده خلينا نمسكه لانه مثال ان مصر بدات تفكر فيه، وانت ده مرسوم بالكامل ومتصمم بالكامل ومتصنع بالكامل في مصر، مش كده يا فندم؟ مظبوط يا فندم، العقول المصريه دائما ذاخره. يعني احنا في وزاره الانتاج الحربي نمتلك مركز للتميز العلمي هو المسؤول عن البحوث وتطوير البحوث بالتعاون مع الجهات البحثية الأخرى في الكليات العسكرية المتخصصة، وبالتالي تحويل هذه البحوث لمخرج تصنيعي. احنا بنمتلك زي ما ذكرت لحضرتك المركز، وعندنا 16 مصنع. 16 مصنع دول 16 مصنع لا ثانية واحدة وزارة الدولة الانتاج الحربي عندها 16 مصنع. وزارة الانتاج الحربي تمتلك عدد من المصانع 16 مصنع وشركة للإنشاءات ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي ومركز لنظم المعلومات وقطاع خاص بالتدريب. لا يعني وزارة الانتاج الحربي وزارة فريدة في تكوينها، سواء في المجال التصنيعي أو التعليمي، لأننا نمتلك أكاديمية هندسية وعدد من المدارس التكنولوجية ومعهد. فاحنا يعني كوزارة انتاج حربي التكوين فريد جدا، بيشتغل على خمس محاور التصنيعية والتعليمية والبحثية والاي تي او نظم المعلومات والتدريب والانشاء. فبالتالي احنا يعني خليني اوصف وزارة الانتاج الحربي بالمنظومة الفريدة الحقيقة. طبعا ما هو حضرتك بتقوله كده، انت بتتكلم على
محاولة لان احنا نكمل الدايرة بتاعتنا. خلينا رجعك للرشاش متعدد الطلقات. ليه؟ بالضبط. الرشاش ده السيستم بتاعه انه يشتغل ويطلع الطلقات بسرعة معينة من غير ما يسخن، علشان انك انت تقدر تقول ان ده رشاش تقدر بيه انك انت تواجه او تهجم او تدافع، ده مش حاجة سهلة، دي دراسات بتقعد سنين في العالم. بالتأكيد يا فندم، يعني الاعداد لظهور هذا الرشاش من وقت ما كان بحث حتى الانتاج الكمي اخذ وقت كتير. فرق بحثيه كتيره وكبيره جدا اشتغلت عليه علشان يخرج بشكل يليق ويعتمد بشكل مؤكد ونهائي، علشان نقدر يكون في انتاج كمي يظهر في النسخه الجديده من ايدكس. نظرا لان احنا كنا يعني ايدكس في المخطط، احنا كنا 2018 وكان المخطط انه يكون 2020. ايوه، بسبب الكورونا تاجل. بالظبط، بسبب الكورونا تم ارجاءه ل 2021، وبالتالي اخذنا فرصه اكبر لان يكون في عدد منتجات اكبر. خليني اكد ان يعني ما نراه هو مش كل حاجه برضو، يعني انا متاكد يعني طبعا كل حاجه. والاهم من ده يا فندم، من كل الشباب، يعني انا بدعو كل الشباب المصري فكره ان هو يزور معرض مصر للدفاع والصناعات العسكريه، فرصه كبيره جدا، مش بس علشان يتقال يشوف منتج بلده، لا، دايما الشباب بيبقى عنده فكره المقارنه، والدوله الفلانيه بتعمل، احنا التكنولوجيا عندنا مش احسن حاجه، لا، اتفضل شوف على الارض منتجات بلدك عامله ازاي. جناح مصر بيمثل 15% من المعرض كامل، وبالتالي هتشوف منتجات بلدك، هتقارنها وتشوف منتجات اخرى في دول اخرى. 42 دوله بتشارك، فهتقدر تشوف كل الدول دي بتصنع ايه، واوعدك ان انت هتفخر بكل معدة عسكرية سواء داخل جناح الانتاج الحربي او الجهات التصنيعية الاخرى. بالتأكيد ان كل الجهات التصنيعية في مصر بتتعاون مع بعضها البعض عشان الشكل العام لمصر يظهر بشكل كبير. هيقول لحضرتك ان احنا امبارح والنهاردة مثلا المهندس محمد احمد مرسي وزير الدولة للانتاج الحربي على مدار يومين تقريبا نحو 20 لقاء ما بين وزراء، وزيرة برتغالية، وزير اماراتي، وزير كوري جنوبي، عدد كل الدول بتشارك. تفقدنا عدد كبير جدا، وعدد كبير جدا من الشركات حرصت ان هي تقابل المهندس محمد احمد مرسي وزير الانتاج الحربي، لوجود يعني اطر وافاق للتعاون داخل المصانع. احنا عندنا في الوزاره، وده توجه وهدف للرئيس عبد الفتاح السيسي، الفكره مش فكره ان احنا نجيب حاجات جاهزه او ريدي ميد، لا، توطين الصناعه، التصنيع المشترك، اهداف بالظبط كده. خليني ايوه اقف مع حضرتك يا استاذ محمد على حته التصنيع المشترك. هل احنا عندنا نقل خبرات من دول اخرى لتوطينها في مصر وتطويرها مستمر؟ بالتاكيد. يعني ايه اللي احنا شغالين عليه، ايه اللي احنا طرحينه في المعرض بالتعاون مع دول اخرى؟ طيب احنا طرحين كل اشكال التعاون، ودي فرصة المعرض أو ده هدف المعرض، إن تعالوا نقعد مع بعض كشركات كوزراء، نشوف نقدر نوصل لإيه من أوجه التعاون المشترك. إحنا عندنا عدد كبير جدا من الخطوط في مصانع الإنتاج الحربي، نقدر نبدأ نحط أطر للتعاون على مدار سنين بسيطة جدا. هاخد منك المنتج ده، ولكن مش هفضل أخده طول عمري، أنا الفترة الجاية هصنع تصنيع مشترك لخمسين 50 قطعة، ولنفرض السنة اللي بعدها هتقدر هزود المكون المحلي علشان اقدر اوصل ل 100% من المكون المحلي. فيعني اجابة السؤال ان كل اشكال التعاون موجودة، وكل الدول وكل الشركات بترفع بشكل كبير جدا ان هي تتعاون مع مصانع الانتاج الحربي للتصنيع المشترك خلال الفترة الجاية. الشيء بصراحة يسعدنا، وتحياتي إلى كل العاملين في وزارة الدولة للإنتاج الحربي وكل المصانع اللي احنا بنفتخر بيها مع كل هذا التطور. أستاذ محمد بكر متحدث باسم الوزارة، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معايا النهاردة. عايز أقول لكم، خدتوا بالكم أنت بيقولك جناحنا ضخم جدا 15% من المعرض، ده معناه إيه؟ ده معناه حضراتكم أن أنتوا عندكم 85% من أرض هذا المعرض، وده مش معرض صغير، بتتكلموا على 21 جناح دولي.
42 دولة، 400 شركة، ان انت عندك 85% من مساحة هذا المعرض للشركات جاية من برا مصر بكل القطع بتاعتها بكل الحواديت، ودخلت وشحنت ووصلت وبنت البوث بتاعها او بنت المعرض بتاعها وقدمته، وجايبة وزراء وجايبة رؤساء شركات وجايبة علماء، ملتقى من اهم ما يمكن للمتخصصين، ومن اهم ما يمكن ايضا زي ما الاستاذ محمد لسه قايل انه بيدعو الشباب المصري روحوا اتفرجوا وقارنوا واتفرجوا بلدكم عاملة ايه، نسبة بلدنا عاملة ايه. خلينا اقل حضراتكم بقى على شق اخر محلي واقول لكم قبل ما اكمل بقى في اللي جاي، لان اللي جاي ده ليها علاقة بالمواطن المصري عموما، في كل اللي هتكلم فيه بعد كده له علاقة بالمواطن المصري. احنا شايفين ان في هناك تقدم، وشايفين ان في طبعا برضو في نفس الوقت الاسعار في العالم كلها بتغلى والدنيا بتغلى وكلنا جاي لنا حالة ذعر وخوف، ولكن هي كل الطرق اللي عملت البنى دي كفاية؟ لا مش كفاية. هل المدارس اللي بتبنى دي كفاية؟ لا مش كفاية. هل البيوت اللي بتبنى كفاية؟ لا مش كفاية. واللي قال كده مين؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي. ليه؟ هو جاي بيحل مشاكل تراكمت بقالها سنوات طويلة جدا، وأصبحت أعداد المنتظرين ناس كتير قوي قوي، بما فيهم العمليات، بما فيهم الأزمة بتاعت الكبد واللقاحات، كل ما يمكن أن تتخيلوا، الصحة والتعليم كل حاجة. طيب أنا النهاردة كمواطن محتاج أن أنا أشعر بالارتقاء، أن الدولة بتقدم لي خدمات زيادة وإلى آخره. هو إيه العبء اللي أنا بحطه على الدولة؟ العبء اللي أنا بحطه على الدولة هو عدد سكان مصر. إحنا بلد ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، عمالة تطلع في عيال وتطلع في عيال. ما هو اللي بيبني لك 100,000 قدرته 100,000 شقة، يعني قدرته النهاردة ان هو يقدم لك 100,000 شقة دول وقادر يدبر فلوسهم. بغض النظر بقى ناس هتقول من جيوبنا، ايوه يا فندم، ما هو ما قالكش انه مش من جيبك، هو قالك انه من جيبك وقالك ان انت بتتحمل العبء. ولكن جنب العبء ده انت عندك مشكلة، ان في ناس لسه مزالت مستمرة في الانجاب بشكل عشوائي جدا، بشكل عشوائي كبير. وده موضوع حلقتي النهاردة. انا هقدم لكم مجموعة من الاخبار بتدور حول الحياة كريمة وبنعمل ايه ورئيس الوزراء بيعمل ايه وعيالنا في المدارس اخبارهم، كل الاخبار الجاية دي كلها. ولكن النصف الثاني من الحلقة النهاردة هيكون هنتكلم فيه على هو ايه حكاية الانجاب الكتير، ايه حكاية كمية البشر اللي ناس عمالة تجيبها لنا دي، وازاي احنا مش قادرين نتحكم في هذه الاعداد، ولا جزء كبير جدا من المواطنين مش مقتنعين بمسألة، مش هقولك تحديد الناس، ولكن ان هو على الاقل يضمن لولاده حياة محترمة في المستقبل. ما هو الدنيا كلها في العالم كله عمالة تغلى، وانت النهاردة دخلك 10 قروش، ال10 قروش دول هتصرف بيهم على ولد هتعلمه كويس جدا، او طفل واحد على طفلين. كل هذا الكلام هيكون معايا في فقرة النهاردة. وعلشان كده انا بطلب من حضراتكم تعليقاتكم، تعليقاتكم دي هيكون على رقم تليفون الواتساب بتاع الحياة اليوم. انا عايز تعليقاتكم حول ازمة السكان والزيادة السكانية في مصر وتأثيرها على كده. الرقم موجود على الشاشة وهقوله لحضراتكم، 012-714-741-66 012-714-741-66. الحياة اليوم ده رقم الواتساب بتاعنا اللي بنستقبل عليه التعليقات والشكاوى. ايضا انتظر تعليقات حضراتكم عشان نناقش الكلام ده كله في الحلقة. وانتقل بيكم بقى ان رئيس الوزراء النهاردة استعرض حياة كريمة في الاجتماع بتاعه وما يتم فيها، وايضا البدء وطلب البدء الثوري في تطوير القرى المتضررة من الامطار والسيول في اسوان، زي ما قال سيادة الرئيس، دخلوا القرى دي الوقتي في هذه المرحلة الحالية. لو حضراتكم تفتكروا عندما التقى الرئيس مع السيدات في النوبة وكانوا مش مصدقين وعاملين مع رئيس الجمهورية، فقال لهم طب انتوا عايزين ايه؟ قالوا النبي بس ايه، انا عايزين زي ما عملتوا في القرية الفلانية تعملوا عندنا. فاكتشفوا ان من المفترض ان كانت عدة قرى من هذه القرى نازلة في المرحلة الثانية او مرحلة تالية، فالرئيس قال لا يا جماعة دخلوهم فورا في المرحلة الحالية حتى يبدأ التطوير. النهاردة بدأت رئاسة الوزراء تتعامل مع هذا الموقف، وبدأ
ان هم ينزلوا بالفعل علشان يبدأوا معه. زي ما انتم شايفين هنا الرئيس لما التقى مع السيدات في النوبة في القرى المتضررة. طيب هنقلكم مرة تانية برضو على خبر يهم حضراتكم. الخبر ده هو خبر بتاع الكشف على المخدرات. الكشف على المخدرات مع سواقين الاتوبيسات اللي بياخدوا عيالنا بتاعت المدارس ويوصلوهم الى المدارس الحافلات المدرسية. عايز اقول لكم ان من بداية العام الدراسي تم الكشف على 4580 سائق. وتم ضبط 49 سائق، 49 واحد منهم بيتعاطوا مخدرات. ال 49 دول تم احالتهم للنيابة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. وخدوا بالكم ايضا من المتابعة المستمرة ان هناك ملاحظة ان هناك انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية، نزلت بقت 1% او 1.1% بعد ما كانت 12% طبقا للمعطيات اللي كانت موجودة سنة 2017. في خط ساخن هنا لصندوق مكافحة الادمان بيستمر في تلقي شكاوى اولياء الامور كويس الخاصة بالطلاب، وهو 16023. عشان لو عندكم اي شكوى في هذا الشأن على الهاتف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي بوزارة التضامن. دكتور عمرو مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بيك. طبعا انا سعيد بانخفاض النسبة وسعيد باستمرار عمليات الكشف على سائقي يعني اتوبيسات المدارس، ولكن قول لي المرحلة القادمة. انا دلوقتي عرفت ان يعني الحكومة هتبدأ تطبق بقى القرار بتاع ان اي موظف يثبت التعاطي هيترفض وهيتحول وهيتسجن، لان هم ادوا فترة للناس، هل ده صحيح ولا لا؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان يعني احنا بالتاكيد وفقا لقانون الكشف عن المخدرات اللي صدر في 15 يونيو الماضي سيتم فصل الموظف المتعاطي بدايه من منتصف ديسمبر القادم. يمكن احنا على مستوى الجهاز الاداري للدوله احنا يعني كشفنا على اكثر من نص مليون موظف على مدار العامين الماضيين. كان نسبة انخفضت بشكل كبير من 8% إلى تقريبا 1.7%. حتى كمان سواقين المدارس، يعني خلينا أقول لحضرتك إن إحنا على مدار الشهر ونص اللي فاتوا إحنا كشفنا على أكثر من 4500 سواق مدرسة. يعني إحنا اكتشفنا فقط ما يقرب من 49 حالة إيجابية، يعني تقريبا إحنا بنتكلم في حدود 1%. النسبة انخفضت لكن ما زالت غير مقبولة. يعني في بعض الفئات لو حتى بس سواق او حتى عامل في مرفق حيوي يتعاطى مخدرات الحقيقه ممكن يسبب كوارث بشكل كبير ويسبب يعني ازهاق للارواح يعني وحوادث شفناها كتير. وبالتالي احنا ما زلنا مستمرين بوتيره اعلى. حملات الكشف الحقيقه مش بس يعني مجرد للرادع، ولكن كمان احنا بنمد يد العون للي عايز يتعالج. اي حد بيتقدم بالنسبه لنا للعلاج على 16023 بياخد خدمه العلاج مجانا وفي سريه كامله. احنا يمكن تزامنا مع اصدار قانون الكشف عن المخدرات تقدم الينا ما يقرب من 9000 موظف طلبوا العلاج وخدوا خدمات العلاج مجانا وفي سريه كامله، لان احنا ابدا ما عندناش هدف اللي احنا نفصل الموظف، بالعكس احنا بنحاول نضيق الخيارات امام الموظف مدمن المخدرات او متعاطي المخدرات ان ما يكونش قصاده اي حل غير التقدم للعلاج. هو ده السبيل الوحيد علشان يحافظ على يعني اكل عيشه. فهو انا ما برفضكش لو انت جيت تطلب العلاج وفي نفس الوقت لا اعلن اسمك، العلاج بيتم في سريه تامه، مش كده يا فندم؟ بالظبط كده. وفي نفس الوقت يمكن احنا كان اهم ماده في القانون رغم انه تم يعني التصديق عليه واعلانه في الجريده الرسميه في 15 يونيو الماضي، لكن احنا ما فضلناش ان احنا نطبق على طول فكره الفصل. ادينا فتره 6 شهور مهله للتقدم للعلاج. اي حد عنده مشكله مع المخدرات يقدر يوفق اوضاعه من خلال الاليات العلاجيه اللي موجوده، لان بدايه من 15 ديسمبر القادم خلاص مش هيبقى فيه فرص. بقى هيبقى النهارده يعني الردع هيكون موجود بشكل حاسم جدا. لكن حتى كمان بعد يوم 15
لو حد تقدم طواعية للعلاج هياخد الخدمة العلاجية ولن يقع تحت طائلة القانون. امتى هيحصل له الفصل؟ لو بعد يوم 15 ديسمبر كشفت عليه ولقيته ان هو يباشر عمله بالظبط كده. دكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا الإيضاح. من ضمن اللي احنا بنتكلم عنه أيضا المرأة المصرية، يعني زي ما انتوا شفتوا سيدات النوبة كده اللي هم خلوا الرئيس يقول تعالوا خشوا في حياة كريمة في المرحلة الحالية وصلحوا القرى دي، علشان المرأة المصرية طلبت مني دي ربة الأسرة، ده شيء مهم جدا. واللي احنا كلنا ملاحظينه ان احنا في الفترة اللي فاتت وفي السنوات الاخيرة احنا شفنا تمكين واتاحة. انا دايما بقول مش تمكين، انا ما ببكنش المرأة في حاجة مش بتستحقها، انا ببس كل اللي بعمله ان انا باتيح للمرأة ان تظهر وان تتقدم. عايز اقول لكم ان لاول مرة مؤتمر وفعالية خاصة وهي المرأة المهنية في الحياة العامة. المرأة المهنية في الحياة العامة دي أول فعالية نسائية مصرية تحتفل بإنجازات الدولة في مجال تمكين المرأة في مصر. وإن انطلقت فعاليات هذه الاحتفالية مع حملة 16 يوم لمضاهدة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وهي حملة دولية أطلقها مركز القيادة العالمية للمرأة وفي العالم كله. المرأة المصرية تم تكريمها، ده في فعاليات، وتم تكريم عدد من الرموز المصرية القيادية اللي جهودهم ساهمت أساسا في دعم ملف المساواة بين الرجل والمرأة، أو ظهرت بشكل كبير في زمن كان صعب جدا أن هي تظهر، وأصبحت هي تكريمها واجب جدا، ثم أيضا أصبحت وجهة مشرفة للمرأة المصرية اللي احنا بدأنا النهاردة نعتمد عليها. اسمحوا لي أرحب بضيفتي عبر اللايف فيو الأستاذة ماري لويس، مصممة الأزياء العالمية. مساء الخير أستاذة ماري. مساء النور لحضرتك، كلامك رائع ويعني مشجع لكل السيدات أنها يعني تجاهد علشان تاخد التكريم الحلو ده. انا سعيد جدا ان انت معايا النهاردة، خاصة ان انا متابع مسيرتك من زمان، يعني انا كنت بستغرب بالجرأة بتاعتك ان انت تطلعي والديزاينز اللي انت بتقدميها، وان انت وصلتي لمرحلة ان العالم كله بيعترف بالتصميمات بتاعتك. شكرا، ميرسي لحضرتك. هو جهد وراه مؤسسة كبيرة وعدد كبير من العاملين هم وراء الجهد الكبير ده والنجاح ده. وطبعا عايزة اقول لحضرتك يعني التكريم جاي من يعني من سيدات عملوا هذه المبادرة الجميلة، يعني بنشكرهم، يعني الأستاذة دينا عبد الفتاح والمجلس القومي للمرأة لترشيحه، دكتورة مايا مرسي، والوزيرات الجميلات معانا، كل الوزيرات يعني هم اللي بيكرموا، وحاجة هي حاجة تفرح. وورا كل ده مش هننسى نقول يعني انه فخامة الرئيس بنفسه من ساعة ما اطلق عام المرأة في مصر وجهوده لفتح كل الابواب، ويعني عدد الثمان وزيرات الموجودين، وطبعا شرف كبير قوي ان الواحد يبقى جزء من هذا التكريم العظيم يعني فعلا. طيب، وطبعا انتم بتحتفلوا ايضا وفي منتدى الخمسين او اللي هم اكثر 50 سيدة في على هامش الفعالية اللي هم الاكثر تأثيرا، مش كده؟ مظبوط، وتم تكريم العديد من السيدات في كل المجالات، وده احتفالا بنهاية البرنامج بتاع مناهضة العنف ضد المرأة الستاشر يوم. وطبعا يعني فخر وكرم كبير ان الواحد يكون موجود في حاجة زي كده، انا شاكرة يعني. طيب انا عايز اسألك سؤال، انت هل دي اول مرة مصر تكرمك فيها في اطار النظر الى المرأة بشكل مختلف؟ انت شايفة النظرة الى المرأة الوقت اختلفت عن زمان؟
طبعا طبعا انا اول تكريم ليا تم بتعييني رئيس المجلس التصديري المصري للملابس، وده كان من سنة ونص. ده كان بالنسبة لي يعني وسام على صدري ان اكون اول سيدة ترأس مجلس من المجالس التصديرية المصرية، وشرف. وطبعا يعني بشكر الدكتورة نيفين جامع ودكتورة مايا مرسي على الترشيح اللي تم، وان شاء الله نكون قدمنا او ما زلنا بنقدم ما تحتاجه الصناعة المصرية والمساندة اللي يحتاجها القطاع بالكامل في ظل التحديات اللي بنقابلها خلال السنتين اللي احنا فيهم دول بالذات. طيب انا عايز اسألك سؤالي الاخير، المستقبل تقولي ايه للسيدة المصرية، للفتاة المصرية عن المستقبل، وكيف اختلف عن ايام ما انت بدأتي، وهو الاتاحة للمرأة، تمكين المرأة، بتشجعيها تعمل ايه؟ بشجعها انها تؤمن بقدراتها وتبص على المستقبل وتقول انها قادرة على المنافسة العالمية، قادرة على حجم المسؤولية اللي هي موضوعة فيها. وعايزة اقول ان التصميم جزء من الابداع، الدولة دلوقت بتساند الابداع في كل اوجهه، فخامة الرئيس بيساهم بكل الجهود الممكنة في تعزيز مكانة المرأة في كل المجالات بفعاليات زي الفعالية الجميلة اللي احنا فيها النهاردة. يعني عايزة اقول احنا في عصر لم تشهده مصر من قبل، او خلال ايام عمري يعني لم اشهد هذا التطور وهذا العرفان بجميل المرأة يعني. ويعني بساند كل بنت وكل فتاة للوقت اللي جاي ان المستقبل مفتوح قدامها. مصر في ابهى صورها، الحضارة المصرية في ابهى ثيابها قدام العالم. اللي احنا بنمر بيه الايام دي من اول افتتاح متحف الحضارة ونقل المومياوات من التحرير كل الحضارة الجديد، افتتاح طريق الكباش، حاجة رائعة، العاصمة الإدارية، العالمين، الجلالة، حاجة شغل من وراء العقل. وبعدين دعم الرئيس لقرى المصرية والسيدة المصرية في القرية حاجة رائعة، مع عمل المجلس القومي للمرأة بدعم السيدات والرائدات ريفيات في كل المناطق، و مبادرات العنف ضد المرأة، كل اللجان المشاركة، طبعا ده شغل عظيم. تحية وتقدير لدكتورة مايا، وتحية وتقدير للأستاذة دينا عبد الفتاح اللي عملت يعني كانت ورا الجهد الكبير اللي عملته في هذا اليوم، ولفخامة الرئيس لفتحة كمان يعني القصورة الرئاسية الرائعة لاستقبالنا. ميرسي على التكريم وكل الشكر. احنا بنشكرك الأستاذة ماري لوي، مصممة الأزياء المصرية العالمية اللي احنا بنفتخر بيها في كل مكان. شكرا ليك على وجودك معايا في على الهواء من هذا الفعالية. عايز اقول لكم ان الاصوات اللي حضراتكم كله سامعينها ان الأستاذة ماري لوي وكاميرات الحياة مهتمة جدا وموجودة، والحياة تدعم هذا المنتدى بقوة، قناة الحياة بتدعم هذا المنتدى. واحنا كنا بنتكلم مع الأستاذة ماري لوي اثناء ما الفعاليات شغالة والاحتفالية شغالة، عشان كده كنتوا سامعين في الخلفية كل هذه الاصوات. هنطلع فاصل وهنرجع تاني بعد الفاصل على طول، هنتكلم عن أزمة السكان، أزمة زيادة العدد السكاني في مصر، أزمة زيادة المواليد، أزمة الاستمرار في أن يقدم شرائح كثيرة من المجتمع عبء جديد على الاقتصاد وعلى المواطن الآخر اللي بيدفع ضرائب واللي ملتزم واللي بيقدر، ثم يكتشف أن الدولة يجب ان هي برضو تعطي الاخر حقه وان هي تاخد بالها منه، ولكن الاخر ده مخلف 6 و7 و8. انتظر رأي حضراتكم على ارقام الواتس اب الخاصة بالحياة اليوم 012-714-741-66. على فكرة ضيفي في الفقرة القادمة هو الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان، المتخصص في شؤون السكان. الحياة اليوم
تواصل وزارة الداخلية جهودها في مجال حماية ورعاية حقوق الإنسان التي تستهدف تطوير أساليب المعاملة العقابية بمراكز الإصلاح والتأهيل المصرية والاستجابة للحالات الإنسانية. وخلال الشهرين الماضيين تم الإفراج عن عدد 7734 نزيلا تحت شرط وعفو رئاسي. نقل عدد 767 نزيلا الى مراكز اصلاح وتأهيل قريبة من مقر اقامة ذويهم. تنفيذ عدد 109753 زيارة. اتاحة مكتبات مراكز الاصلاح والتأهيل للاطلاع وتنمية المهارات الثقافية لدى النزلاء، حيث بلغ عدد الكتب المستعارة بمعرفتهم 18872 كتابا. مشاركة عدد 3022 نزيلا في الهوايات المختلفة. استمرار تطهير وتعقيم مرافق السجون كافة. وفي مجال الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء، إفاد قوافل طبية لعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل وتوقيع الكشف الطبي على 9248 نزيلا وصرف العلاج اللازم لهم. تلقي 5346 نزيلا جرعة تطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي، وكذا تطعيم 34380 من نزلاء مراكز إصلاح وتأهيل المنوفية، المنيا، بورسعيد، القطا، وقنا ضد مرض الفيروس الكبدي الوبائي بي. بلغ عدد الحالات التي تم عرضها على العيادات المختلفة بمراكز الإصلاح والتأهيل 20417 حالة، وعرض 4362 نزيلا على مستشفيات خارجية. استمرار تطعيم كافة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل باللقاح المضاد لفيروس كورونا. وتتوالى جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها على أرض الواقع. الدولة بتبذل مجهودات كبيرة جدا في السنوات اللي فاتت علشان تتعامل مع أزمات متراكمة بقالها سنين كتيرة جدا، والرئيس نفسه قال بقالها 50-60 سنة بنحل ملفات وبنحلها بشكل جذري تماما عشان نخلص، عشان ما تفضلش نزناز في حياتنا. بقى أنا هكلمكم بالبلدي قوي. طيب الراجل ده والدولة دي والناس اللي عمالة تدفع ضرائب والناس اللي محملة فوق كتافها والطبقة المتوسطة اللي طالع عينيها علشان تتعامل مع المعطيات الجديدة اللي الرئيس كل ما يطلع بيقول انا عارف ان انتم محملين، تعمل ايه امام طبقة اخرى ومجموعات اخرى بتنظر الى يعني المواليد والسكان؟ نعمل ايه؟ تعمل ايه الدولة في مقابل مسألة الزيادة السكانية المنفجرة؟ احنا بلد فيها انفجار سكاني، انفجار بسم الله ما شاء الله، يعني الحمد زي ما يكون النور مقطوع في بلدنا بقاله سنين. فنعمل ايه؟ ما هو انت مهما بنيت مش هتكفي، مهما عملت مدارس مش هتكفي، مهما عملت مستشفيات مش هتكفي، لان هجيب منين دخل علشان اصرف على كل ده عشان اقدم لك كل ده ببلاش او الخدمات دي كلها ببلاش. ضيفي في هذه الفقرة هو الرجل المسؤول عن هذه الأشياء، عن الزيادة السكانية. ضيفي هو الرجل اللي إيده في كل حاجة في الحدوتة دي، اللي بيحاول يقول لحضراتكم يا أخوانا مش كده، يا جماعة طفلين كويسين قوي، ثلاثة بالكتير قوي، إنما يعني طب يقنعك إزاي ويقنع المجتمع ده إزاي؟ وكيف تتعامل مصر مع أزمة الزيادة السكانية؟ دكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، الله يخليك. اولا اسمح لي ارحب بيك في الحلقه. الله يخلي حضرتك، الله يكرمك، شكرا. وقول لي بتعملوا ايه؟ يعني ايه اللي انتوا حاسس ان انت بتنجح، ان انت بتقنع الناس في مصر ولا لا؟
هقول لحضرتك حاجة، يمكن من 2015 في استراتيجية قومية للسكان فيها 22 وزارة بيشتغلوا. 22 وزارة مسؤولة عن تنفيذ استراتيجية قومية للسكان. قبل كده ما كانش فيه خطة واضحة، كان عبارة عن خدمات تنظيم أسرة بس. تنظيم الأسرة اللي هو الأسرة بس خلاص بس. لكن تم إدراج المحاور التانية للاستراتيجية وابتدت عمل بيها في 2015. طبعا زي ما حضرتك عارف الخطة اللي اتعملت كان نصها غير ممول مثلا. الحاجة التانية في عندنا نوع من أنواع عدم التنسيق بين الجهات وبعضيها، في الناس كلها شغالة لكن كل واحد شغال لوحده، دي المشكلة. في تحسن على الأرض بس مش هو ده المطلوب، مش هو ده المرجو. على سبيل المثال الاستراتيجية كانت قايلة ان احنا في 2020 هنبقى 96 مليون، احنا 102 مليون او 100 مليون، يعني اكثر من 100 مليون بس. يعني في 4 مليون فرق او 5 مليون فرق بين ما الاستراتيجية حطاه وبين الواقع. هل ده تقصير ولا لسه الـ 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 يعني زي ما احنا بنقول كده التروس ما ركبتش على بعض بين الوزارات؟ الاثنين ممكن يتقال الاثنين. في تقصير. اين هو التقصير؟ هقول لحضرتك حاجه، مثلا على سبيل المثال الدور الاعلام اللي موجود في 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 الدوله. يا باشا انت داخل عليا يعني على طول كده، هي الداخله كده. طب انا بقى طيب ماشي، مش الاعلام الميديا، مش بمعنى الاعلام الميديا. لا، معناها النشاط التوعوي. النشاط التوعوي ما كانش كفايه وما كان مبني على فكره اسلوب واحده. اسلوب الدوله بالزبط. في مخاطبه المواطن المصري بالزبط. لاقناعه بالزبط. مساله اعاده التثقيف اللي المفروض تحصل. نعم، فاحنا كنا مركزين على قضايا بعينها، رسائل بعينها، كلها رسائل مباشره، كلها تقول له روح، يعني نوع من انواع التعليم. وانت عارف حضرتك ان احنا ما بنحبش حد يعلمنا. وبنرات في بالزبط. الشوارع وسلوجنز بالزبط. وشعارات بس. واعلانات وبنصرف عليها ملايين. جابت نتيجه؟ ما جابتش نتيجه خالص. ليه؟ لان انا دايما انا محمد لما حد هديني رساله، وانا هكسب ايه من الرساله دي؟ انا مكسبي ايه؟ كل الرسائل كانت معمولة معلش بدون أساس علمي، يعني هي معمولة عشان تنظيم الأسرة، معمولة عشان عدد الأطفال، لكن إيه وإيه المبتغى وراء الكلام ده؟ محدش كان بيتكلم فيه. يعني لما نقول مثلا هو ترتيب الأطفال جوه العيلة ده بيأثر عليهم، محدش يتكلم في الموضوع ده. يعني الطفل التالت عرضة لسوء التغذية بقد إيه؟ بكام في المية؟ الرابع ده هيتعلم ولا مش هيتعلم؟ فرصته في التعليم هي كويسة؟ الاي كيو او معدل الذكاء بتاعه بيقل ولا بيزيد؟ الحاجات دي كلها ما اتقالتش. فانا ما اديتلوش المكسب. الاثنين طب اشمعنى الاثنين بينهم مسافه 3 سنين؟ ده معناها ان انا خدت الفول كوجنيتيف فانكشن بتاعته. الراجل ده هيتعلم وهيتعلم وهيبقى منتج بشكل جيد. وبعدين فرصته في التشغيل بعد كده احسن، فرصته في الحياه احسن، رعايته لو لاهله احسن. حاولت يا دكتور تعمله الرود شوز اللي بتحصل في الدول كلها؟ يعني الدول بتنزل تلف من قريه لقريه وتخبط على باب. عملته ده؟ اتعمل بس على كان بايلوت وكان في او يعني تجربه، واتعملت في محافظه واحده وما اتكررتش. ما اتكررتش؟ ليه؟ ما كانش في تمويل. مفيش تمويل؟ اه. لان انت بسبب ان هو الميزانيه مجهده. الميزانيه مجهده دي حاجه، والحاجه الثانيه هو يعني انا بتكلم على المجلس القومي للسكان، مش من مش 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 من دوره ان هو يعمل حاجه تنفيذيه. طبعا احنا بنخرج بخطط وسياسات وبحوث ودايركشنز او اتجاهات للدوله في قضايا السكان، لكن اللي احنا عملناه كان بمعاونه ناس تانيين، يعني اجهزه تنفيذيه اخرى، واتعملت مره واحده وما اتعملتش ثاني. هي الفكره حضرتك، هي احنا هو المفروض التوعيه تبقى بكل البلاتفورم الموجوده، كل المنابر الموجوده تشتغل في نفس الوقت على هي رسائل محدده. الرسائل ديت استدامه هذا البلد لو في ظل الاوضاع الراهنه وعدد والانفلات السكاني اللي احنا فيه، احنا بنخسر كتير. احنا لغايه 2050 اللي هو خلاص فاضل 20 سنه هنبقى هنزيد 50 مليون. 50 مليون؟ 50 مليون. ده مش هيلحق لا شقق ولا مستشفيات ولا هيلحق ولا اكل. سوري معلش، هناكل منين؟ وبعدين حضرتك احنا بنتكلم على ذات الاسعار، طب ما هو الطلب عالي والانتاج زي ما هو. فلازم نشتكي من الاسعار بتعلى والمرافق الخدمات بتعلى، فده كل ده تطور عشان اعداد السكان بيزيد. طب خليني يعني حضرتك بتعمل الاستراتيجيات وبتحذر، واكيد وطبعا انت شايف ان في على الاقل في طفره نوعيه محاولات مختلفة. أولا سد الاحتياج. نعم. اللي كان قائم وبشكل كبير. صحيح.
ثم التوجه الى الصحة علشان المجموعات دي كلها. لو انا جيت النهاردة وقلت لك بدل ما هطلع الوجبات المدرسية بسبعة مليار او بثمانية مليار، انا حديك انت الثمانية مليار دول مثلا لمدة سنتين، انا عايز عدد السكان في مصر مش يقل، انا مش عايز يقل، انا عايز توصل لمرحلة ان النمو السكاني في مصر ينخفض الى المعدلات الامنة. طبعا ينفع. ما ينفعش ليه؟ ينفع. طبعا. انا اقول لحضرتك مثال واحد بس. مراكز تنظيم الاسره اللي احنا بنتكلم على خدمات تنظيم الاسره وبنتكلم عليها، احنا عندنا 5600 مركز او مكان بيقدم خدمات تنظيم الاسره. تمام. طيب احنا عندنا فيه على الاقل 1000 مكان ما فيهوش طبيب. طب ما نجيب اطباء، يعني يبقى عندنا توفير الخدمه وتوفير التوعيه وتوفير نشتغل على الارض بقى. فممكن طبعا. بلا شك ممكن. بلا شك ممكن. طبعا. والمواطن المصري، طيب انا يعني عندي سؤال ليك تاني، وبدات التعليقات تجيلنا على رقم الهاتف الخاص بالحياه اليوم. مره تانيه انا مستني تعليقات حضراتكم على هذا الرقم 012-714-74166. هكون يعني صريح معاك شويه. اتفضل. الطبقه المتوسطه والطبقه فوق المتوسطه والطبقه العليا بتشعر ان عليها ضغط اكتر من لازم. اكيد. يعني انا النهاردة عيالي في مدارس خاصة على حسابي، بتعالج في مستشفيات خاصة على حسابي، مش اخد دعم من الحكومة. دي الشريحة بتاعت ما بين المتوسط الى عالي الدخل. نعم. كويس. بيوتي ما باخدش حاجة من الحكومة، ورغم كده انا اللي بدفع الضرائب، وانا اللي فاتح شركة صغيرة، وانا اللي مشغل الناس، وانا كذا وكذا وكذا، وبشعر انك انت بتاخد مني علشان تسد احتياج المجتمع في طرف انا بالنسبة لي هذا الطرف، انا اسف بين قوسين كده، غير مسؤول وغير مهتم. اكيد. ومبلط في الخط. صحيح. اعمل ايه؟ طيب احنا عندنا طريقين، في طريق صعب شوية ومحتاج دراسة ومحتاج تأني لو احنا هنتكلم فيه، اللي هو زي ما في دول كتير عملت قوانين ليها علاقه بالسكان، ان التاني او في حوافز سلبيه، وده حوافز سلبيه ديت مش مطروحه دلوقتي يعني حاليا، لكن يمكن دراستها. على الجانب التاني هو موضوع التوعيه، وده يعني يبتدي التوعيه الاول والناس تبقى عارفه ايه واجباتها وايه حقوقها على الاطفال وعلى المجتمع وعلى البلد كلها، وبعدين نبتدي نفكر في القوانين اللي حضرتك بتتكلم فيها اللي هي القوانين السلبيه. دلوقتي انا لو قلت انا ما فكرش في القانون، انما انا بقول لك، طب انا كطبقه كده، انا الطبقه التي تحملت الكثير. نعم. انا ما باخدش حاجه يا بيه، انا بدفع ضرايبي، انا ما باخدش حاجه. ده انت حتى لما انا باعية وبخش مستشفى خاص واقول لك انا عييت، تقول لي انا مالي، هتدفع برضو الضرايب. بالظبط. انت دخلت 100 جنيه هتدفع عليهم ال 20 جنيه اللي هتدفعهم؟ طب يا باشا بعد اذن حضرتك، ده انا اترميت في مستشفى ودفعت كذا وعملت، انا ماليش دعوه. طريقة تقول لك انا ماشي. بالظبط. صح. لكن هو حضرتك، هو عشان بس السام المجتمعي لابد من احتواء الطبقه دي الى حين لما تمت عليهم وتثقفهم. انا ده رايي طبعا الشخصي. انا ماشي. ده رايي الشخصي، لكن ما اقدرش اعمل دلوقتي الرافت او اعمل الديفيجن ده او التقسيم ده، هيبقى صعب شويه مجتمعيا، مش هيبقى حاجه سليمه، ومحتاجه دراسه من ناحيه التشريعيه والقوانيه والكوست افكت، يعني الكلام ده هيكلفني قد ايه وادفع قدامه قد ايه. فالحاجات دي كلها حضرتك محتاجه تأني قوي ان احنا نتكلم فيها، اذا كنا هنعمل حوافز سلبيه فتاثيرها على المجتمع، توافق المجتمع هيبقى شكله ايه، هل في ناس هترفض؟ يعني حضرتك قلت لي مثلا ان الطفل الثالث مش هيتعلم مثلا، طب انا مش هعلمه، انا خلقت مجموعه جديده من الاميين اللي انا بشتكي منهم دلوقتي، انا عندي 27% او 28% من السكان اميين، انا هزود الاميه كده. وحضرتك انا لازم، طيب بعد اذن حضرتك، ما هناك مقترحات كثيره، ايه رايك ادي لك يعني التعليقات كثيره قوي. أوكي. عندي حد اقرا لك. طبعا ده من الدكتور محمد فره، ده صديق البرنامج. ودكتور محمد فره هو استاذ دكتور صيدلي ومقيم في المملكه العربيه السعوديه، ولكن يتابع البرنامج بشكل قوي جدا جدا. بيقول بما ان حضرتك راجل مسؤول في الحكومه، عايز اساله ليه وزاره الصحه ما بتقدمش مشروع قانون يتبنى سياسه الطفل الواحد؟ وقبل ما نقول ان الصين هي من ابتدعت هذا النظام، فهي
ألغته بعد أن حقق بنسبة مقبولة الهدف منه. أعتقد أن احنا خايفين من رجال الدين وإفتاءاتهم أو الفتوى الدينية أن أنت حرام. بس احنا أمام طريقين، يعني نشتغل صح يعني نسمع الكلام اللي مش مظبوط. وعمرنا ولا عمر أولادنا هيشعروا بأي إنجاز بيحصل الوقتي طالما ماسورة الإنجاب مفتوحة على الآخر. تمام. قانون الطفل الواحد، الطفل الواحد، قانون الطفل الواحد ده مشكلة ديموغرافية لحد الوقت الصين بتعاني منها. ليه؟ في عندنا دول كتيرة جدا بتفضل الذكور على الإناث. طبعا لما يحصل هو عنده فرصة واحدة للإنجاب هيبقى ذكور ولا إناث؟ ذكور. دلوقتي احنا حصل خلل في المعادلة او النسبة بين الذكور والإناث في الصين كلها. تمام فهم. على الصعيد التاني في دولة جنبيهم تاني ما عادش قانون اسمها تايوان. تايوان اهتمت بحاجتين، رفعت سن الزواج، والحاجة التانية اهتمت بالتعليم والتشغيل. ففي عندنا طريقين، ممكن ده وممكن ده، لكن القانون الطفل الواحد مشاكله الى الان كثيرة، ودي طبعا صعبة قوي ان محتاجين جيلين ثلاثة عشان نصلح التوازن، الخلل اللي حصل في التوازن بين السكان وبعضهم. فاحنا عندنا المواضيع مش بس قوانين. انا مع حضرتك يعني نسيت لغة قانون الطفل الواحد. بالظبط كده. لا انا ما بقولش طفل واحد، انا بقول لك اتنين، لا بقول لك ثلاثة. شوف بقى لغاية ايه. انما هل تؤيدني في اننا يجب ان نتحرك بشكل يعني الدولة تكشر شوية عن انيابها للذي يتعدى الثلاثة؟ يعني ما هو انت خد بال حضرتك، انت النهارده ما زلت بتوزع التموين طبقا لعدد افراد الاسره. انا اؤيدك طبعا على موضوع الثلاثه ده، هو اؤيدك جدا، لكن هي الفكره برضو زي ما قلنا الاول كاس بدايه كل الناس اللي هم ممكن يمنعوا، وحضرتك قلت جزء منهم، فده لازم يتعمل، لازم في يعني في نوع من انواع الكونسنسس في المجتمع، المجتمع كله موافق ان ده صح وده ما فيهوش مشكله، يبقى عندي قوانين تانية تدعم القانون ده. يعني ما فيش تسرب تعليم، ما فيش زواج قبل 18 سنة، ما فيش عماية الأطفال، الحاجات دي كلها بتحد قوي من الموضوع. فمش بس قانون ثلاثة أو اتنين أو واحد، لا القوانين التانية والخدمات التانية اللي موجودة في المجتمع شكلها إيه، بالإضافة هي الثقافة الموجودة إيه، أخبارها إيه. أنا لازم أغير الثقافة الأول. تمام. ده بالنسبه لك امر مهم. في ناس بتتكلم على المناطق العشوائيه، بيحد بيقول لك الزياده السكانيه يجب ان تواجه بمشاريع وانتاج يناسب كل افراد الاسره. نعم. موافقه في ده؟ لا، يوافق كل افراد الاسره ازاي؟ يعني ان انا اعمل لهم مشاريع بحيث ان الفرد الموجود يساوي تكلفه معيشته، انه يعمل تكلفه معيشته، يعني انا اعمل مشروع لكل اسره فيها ناس زياده، الدوله تعمل المشاريع علشان تواجه بالمشاريع دي. لا دي مش مضمونة، واتجربت قبل كده وما نفعتش. ما تنفعش. طيب هل هو حضرتك انا لما هعمل مشاريع للتشغيل انا بركز على فئة معينة من المجتمع المصري اللي هي الفئة الاعلى انجابا، ودي من سن السيدات خصوصا من سن 20 لسن 35 سنة، لو انا عايز اقلل الانجاب، فدي الفئة اللي انا مركز عليها، لكن كالمجتمع ككل لا ما ينفعش. مرة أخرى يعود إلى الموقف. تخيل بقى الناس، بص حضرتك بالظبط، أنا هقرأ لك التعليق، أنا مش هقول أسماء أخرى علشان الناس تبقى تبعت التعليقات براحتها. لابد من موقف للدولة من زيادة الخلفة طفل أو طفلين، تعليم في مدارس حكومية والبطاقة التموينية بس، أكتر من كده لا يتعلم مجاني ولا ياخد تموين، اكتر من 3 اطفال يترفع الدعم تماما عن الاسره سواء تعليم او تموين. شوف انا بكلمك اهو، دي اراء جايه لنا اهو اهو. اوكي انا يعني هو الكلام ده كله كويس ويعني، لكن هو زي ما قلت لحضرتك لازم لابد من دراسته، ما ينفعش اطلع اقول ان في واحد قال كذا فلا، ده محتاج حضرتك ميثودولوجي مختلفه، محتاجه يبقى في عندنا برلمان يجمع على الكلام ده، في عندنا كل الجهات الحكوميه تجمع على الكلام ده، يبقى في المجتمع نفسه يوافق على الكلام ده. ما ينفعش اطلع اقول والله الطفل الثالث هحرم وهعمل وهعمل، لا انا هعمل مشكله دلوقتي، زي ما مش هحل المشكله. خامة الرئيس بالظبط، خامة الرئيس قال احنا في مشكله وعي، فعلا مشكله وعي، يعني فعلا مشكله وعي. حضرتك لما تقعد مع في ناس في طبقه معينه هو ما لا يكتفي بالاربعه والخمسه، لا يكتفي، هو ماشي ده رزق من الله،
ده انتوا عندكم طبعا احصائيات مش كده؟ عندنا. طب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني بقى نقدم شويه ارقام للناس، مين اللي بيخلف كتير والمناطق ايه بالزبط. والدنيا ماشيه ازاي. نطلع فاصل وهنرجع تاني، الحديث عن الاسكان والحديث عن الزيادة السكانية في مصر اللي بتاكل في اي تقدم بيحصل في البلد دي او بنشوفه، بعد الفاصل الحالي. عدنا لحضراتكم مرة أخرى، ضيفي دكتور طارق طفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان في مصر، الحديث عن الزيادة السكانية المتفجرة في هذا البلد وتأثيرها على النمو اللي احنا شايفينه وعلى التطور اللي احنا نطمع إليه وعلى أننا أشوف العائد بتاع الضغط الاقتصادي على المواطن المصري في الفترة القادمة أو الفترة الحالية، ونعرف بس احنا رايحين فين والناس امتى تبدأ تهدى شوية علينا. أرجو من حضراتكم كل اللي بيعمل يبعت رسائل، انا جاي لي اكتر من 100 رساله حتى الان، حتى الان فقط لا غير على الواتساب. ارجو ان حضرتك لما تكتب التعليق اكتب اسم حضرتك تحت لو انت عايزني اقول الاسم، انا هحاول ما اقولش الاسماء كلها، ولكن لو حابب ان احنا نقول الاسم ارجو ان حضرتك تذكر اسم حضرتك في نهايه التعليق او حضرتك علشان نقدر نقوله في البرنامج. عندنا دكتور طارق، ايه اكتر منطقه في مصر انتوا راصدين ان فيها زيادات سكانيه ما بتنزلش؟ احنا يمكن عملنا حاجه كده على مستوى المراكز في محافظات مصر، مراكز مش محافظات، يعني جوه المركز جوه المحافظه كمان. تمام. فاحنا عندنا حوالي في يمكن 70 مركز دول متصدرين المشهد. بسم الله ما شاء الله. بقالنا 4 سنين. هم بقالهم 4 سنين. بقالهم 4 سنين. ما زالوا من ساعه ما بداتوا تعملوا الدراسات. 4 سنين. هم دول اللي ما شاء الله معدلات الانجاب رقم واحد في مصر، المركز الاول في معدلات الانجاب. مين يا فندم؟ المنيا. بشكل قوي. المنيا تقريبا كام يعني الاسره بيبقى فيها كام الاطفال؟ هو اقول لحضرتك حاجه، بتعمله متوسط؟ هو الصعيد كله على بعضه هو 4.1. 4 ده متصدر عدد افراد الاسره، عدد افراد الاطفال في الاسره. 4.1. ده الصعيد، يعني في اسره عندها 5 و6. طبعا ده المتوسط، فحضرتك ممكن لغايه 9 كمان مفيش مشكله. لا 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 9. في ايه المشكله؟ يعني ايه المشكله؟ لا يعني كعدد في اسره 9 اطفال في بياكلوا من ايه؟ يا بياكلوا خلاص، لكن هي الفكره كلها ان احنا عندنا في بعض المراكز جوه المحافظات فيها دي في بتشهد اعلى معدلات انجاب. اعلى معدلات انجاب عندك في المنيا، بعديها سواك. تمام. بعديها ننزل فوق تحت شويه هنا، وبعديها هنطلع تاني بني سويف، وبعديها الشرقيه ديف بحري، وبعدين البحيره كانت متصدره المشهد، دلوقتي يمكن السنه اللي فاتت ابتدت تقل شويه. ففي مراكز معينه جوه المحافظات اعلى انجابا. ايه الدوافع؟ هل بيختلف مع حضرتك؟ يعني اللي انا بلاحظه انت بتكلمني على مناطق، هل بتختلف حته ان انا غني او فقير في حته الخلفه؟ اكيد كل ما ده اللي احنا شايفينه، ان كل ما زاد الفقر زادت الخلفه والعكس. كل ما زاد الفقر زادت الخلفه؟ ما انا هستغلهم. هيستغلهم؟ هيشغلهم. طيب في تعليق من احد المواطنين على فكره جاي بيقول يا فندم والنبي اتكلموا على الموضوع ده بشكل كده، انا جبت طفل واحد ومش عايز اخلف تاني علشان ظروف البلد وظروفنا الاقتصادية وظروفي. طبعا ده هيعرف يربي ابنه احسن تربية. بالظبط. ولكن الناس مش مقتنعة، يعني في ناس ما بتقتنعش بهذا والله الكلام. حضرتك بقى هو الفكرة كلها ان احنا عندنا قضية مجتمعية لها علاقة بالوعي والانماط الموجودة جوه المجتمع نفسه، ففي مجتمعات ما فيهاش الكلام ده، موضوع ان يكون في عنده وعي وان هو خايف على الاولاد وان هو عايز يضمن لهم رعايه طبيه وصحيه واجتماعيه وتعليميه ممتازه، فهو لا، في ناس ما بتفكرش بالشكل ده خالص، انما ده مش موجود. ويمكن عشان كده احنا قلنا وحضرتك اشرت لموضوع رجال الدين، لان رجال الدين الى حد ما ليهم، هم صوتهم مسموع في المجتمعات دي، في المجتمعات اللي بنتكلم فيها دي، ويمكن هم اصحاب الراي والنصيحه في بعض الامور، ومنها هذه الامور. هو تنظيم الاسره ده حلال ولا حرام؟ هو عدد الاطفال ممكن نحدده الحاجات دي. هل عندكم مشكله مع رجال الدين فعلا في الموضوع؟ لا لا، لان انا اللي ملاحظه ان لا بالعكس. لا مفيش،
لا مفيش مشكله هي المشكله كلها في تعليق جاي ان رجال الدين هم السبب لا 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 خالص لا خالص خالص هقول لحضرتك حاجه هم رجال الدين الى حد ما ما يعني لفتره طويله هو مظلوم هو مش عارف يقول ايه للناس ما حدش اداله التبرير العلمي او السند العلمي اللي يتكلم عليه هو اللي احنا محتاجينه هو اللي يطلع التبرير الدين لا ما هو الناس بتلجا اليه هو الناس مالهاش دعوه بالعلم لا هو عشان يقتنع عشان هو يقتنع طبعا ما انا ساعات حضرتك لو ما عنديش معلومه هقول لك الله اعلم ما اعرفش لكن هو لو مقتنع وانا كاسب تأييده هيوصل رسائل دين للناس هل تقترح مثلا ان مصر تعمل اعاده تدريب في هذا المستوى لتثقيف رجال الدين في الارياف كلهم ده لازم طب ما قدمتوش طلب بدايه ليه احنا دلوقتي شغالين بالشكل ده يمكن في تعاون بين الازهر وبين الكنيسه المصريه وبين الاواف عشان الموضوع ده يحصل والموضوع ده بيحصل بقاله 3 سنين لكن طبعا السكيل قليل انا ما اقدرش اعمل على كل المحافظات فبعمل مراكز جوه المحافظات فالموضوع بياخد وقت لكن لو كانت هتبقى نوع من انواع المبادره على مستوى مصر كلها بنفس الشكل ده طبعا هنسرع الدنيا طيب في مواطنه بعدها بتقول ان المراكز الصحيه ما فيهاش وسائل تنظيم الاسره وما عادش فيها الدكاتره بشكل كبير هي فيها وسائل تماما لكن ساعات ما فيش مقدم خدمات تنظيم اسره ما فيش مقدم خدمات مفيش دكتور ليه خد تكليفه ومشي ما تعينش مكان بعيد مكان نائي فالحاجات دي كلها بتاثر بالفعل طبعا وبتسجلوا هذا الكلام طبعا طيب خليني انتقل هل عدد الـ 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 الخلفه او الاولاد انتوا رصدتوها من زوجه واحده ولا من زوجتين يعني حضرتك التعدد يعني موضوع أيوة التعدد ايوه تعدد الزوجات بيزيد عدد الخلفه لا هو دلوقتي يعملوا مباراه بينهم وبعض التعدد ده قليل قوي قوي يعني حتى في اخر ما عادش حد قادر بالظبط في اخر تعداد كان الموضوع لا قليل جدا لكن زي ما حضرتك اشرت كده هي مشكله هي ثقافه مجتمعات لابد من تغييرها فهي لا ملهاش ما فيش تعدد التعدد قليل شويه طيب في بقى مواطن هنا داخل هو ده بقى الراي الاخر لازم اقوله لو سمحت حضرتك انت بتقول حدد الناس احنا مجتمع شرقي وان كل طفل بيجي برزقه بس كده يعني هم داخلين بيقول لك كل طفل بيجي ايوه برزقه. ايه رزقه بقى رزقه ان انا اقعد في البيت وابقى يعني متواكل وهو يجي رزقه يعني ممكن اقعد في البيت ويجي الرزق ولا لازم اجتهد واشتغل واعلم واربي عشان الرزق يجي ادي برضو هذا انا شايف نسيبها على الله العيل بيجي برزقه أيوة. مره تانية ده دول رايين ده الكونسبت ده اللي احنا عايزين نغيره الكلام ده لازم يتغير الكلام ده حضرتك لازم يتغير ليه انا محتاج على الاقل بين الطفل والتاني 3 سنين عشان الفول كوجنيتيف فانكشن او القدرات التعليميه بتاعته تبقى مظبوطه عشان يتعلم صح عشان يبقى انسان له قيمه في المجتمع احنا عندنا في عائلات كثيرة جدا الطفل بين التاني والاولاني والتاني ما يقلش ما يزيدش عن سنة فما فيش عندنا فكرة المباعدة مش موجودة فكرة ان يبقى عندي طفلين عشان اعرف اربيهم ويبقى في نوع من انواع الرعاية الصحيحة لكل منهم مش موجودة ما بتتعملش احنا نخلف بسرعة عشان نربيهم ويخلص او نخرجهم ورا بعض عشان واحنا صغيرين او ان حماتها قالت لها مش لازم تجيب العيال ورا بعضيها او عشان ما يتطلقش عشان ما يتطلقش طبعا ربطيه فالحاجات دي كلها حضرتك اللي احنا رصدناها في المجتمع لابد من تغييرها تغييرها مش هيجي الا بتكاتف كل الجهات رجال الدين المجتمع المدني الناس كلها تشتغل على هذه القضايا الدوافع الانجابيه اللي موجوده في مصر لابد من تغييرها الثقافه اللي موجوده في مصر لابد من تغييرها والكلام ده مش عشان ده انا هقول لحضرتك حاجة ان امهات 20-50 اتولدوا او بيتولدوا دلوقتي طبعا اللي هم اللي هيخلفهم امهات امهات 20-50 بيتولدوا دلوقتي فانا عندي من دلوقتي لغاية 20-50 لابد من تغيير الثقافة المجتمعية دي احنا عددنا قد ايه شباب تحت ال 30 تحت ال 20 لا مش تحت ال 20 هو تقريبا قد يعني هو اقول لحضرتك حاجه احنا يمكن عندنا 33% من المجتمع المصري هو تحت ال 18 سنه 33% طبعا كتير وبيتزايد ما هو عشان المواليد بيزيد ايوه يا فندم ما هو ده مش منتج ما هو مش منتج هو ده عاله اسمها حتى من سميها العاله هي عاله ايوه هو عاله ما هو دي المشكله ان ده بياخد خدمات من المجتمع بالزبط. ولم يبدا في الانتاج اساسا ولا هينتج ولا بعدها ب 10 سنين غير كده كمان هو بيمنعني ان انا استثمر في السن اللي اعلى من كده
يعني بيمنعنا نستثمر في السن الاعلى من كده. طيب. كل ما زادت القاعده بتاعه الشباب اللي هو تحت ال 18 كل ما تزيد العدد ده انت بتصرف عليه استثماري بيقل، لان ما انت بتحضره للمستقبل بالزبط. صحيا وتعليميا وكل حاجه وظيفيا. طيب. وظيفيا طيب ايوه صحيح، هنجيب لهم وظايف منين؟ اهي دي مشكله برضو، ما دي مشكله ثانيه. ما اذا كان 33% تحت سن ال 18 سنه ده كمان سنتين عايز يشتغل. حضرتك انت كل سنه مطلوب منك حوالي 900,000 فرصه عمل جداد. والقديم لسه يشتغل شغال لسه بقى، ما احنا مش عارفين القديم هو اشتغل ولا لا، بس كل سنه مطلوب منك هذا الرقم. ده الجديد. ده غير اللي قاعد بيحتاج عمل وبيقول لك لو سمحت، وغير اللي عايز يحسن عمله طبعا. طيب فلا هي مشكلة، لا دي مش مشكلة دي كارثة بالظبط. يعني خلينا انا هكون اعلامي أقل ما واضح شوية مع حضرتك. صحيح. دي كارثة، دي مش مشكلة بالظبط. لما حضرتك تقول ان انا مطالب بمليون فرصة عمل سنويا غير اللي اساسا قاعد في بيتهم بيدور على فرصة عمل ومعاه شهادة بالظبط، يبقى انا محتاج مليون ونص تقريبا كل سنة. طب مليون ونص ايه؟ دول مليون ونص دول بتوع اعداد دول بالظبط. صحيح. وبعدين هي الوظيفة حضرتك انت بتدفع ثمنها، يعني انا لما اعمل وظيفة انا بدفع ثمنها. ايوه انا عارف انك انت بتصنع وظيفه، كل وظيفه بالزبط. بتكلف الدوله في الميزانيه مبلغ قد كذا بالظبط. طيب في ناس بتقول هنا من ضمن الحاجات على المراكز الصحيه برضو، عشان بس اكمل حضرتك تعليق، بيقول يا جماعه بعد اذن حضراتكم يا وزاره الصحه ما تبعتولناش دكاتره رجاله. وده صح، ستاتنا مش عايزه تروح لدكاتره رجاله. ما ينفعوش في كل حته. بيقول لك ابعتوا سيدات دكاتره سيدات في التك. طبعا دول بيرفضوا التكليف في المناطق النائيه، واهلهم بيقولوا لهم اقعدوا جنبنا، فبالتالي بتبقى الوحدة الصحية فاضية ما فيهاش اللي هي المركز بتاع الأسرة والكلام ده كله. هقول لحضرتك حاجة، يعني وده يمكن كان اقترحناه. لو الدكاترة أو المقدمين الخدمة دول تم معاملتهم على أساس إن هو دي مهمة قومية زي التأمين الصحي الشامل كده، مرتبات أعلى شوية، هيبقى في توطين، هيحصل التوطين. لو اديته ميزات تانية اخرى، ميزات علمية، تسجيل، ان هو يبقى عنده الخدمات المتاحة، هيحصل توطين. هي بس الفكرة كلها ان في بعض المجتمعات لا تقبل بالاطباء الذكور. لا تقبل بالاطباء الذكور. على صعيد تاني لا يا فندم، السيدة المصرية عموما بالظبط، خلينا نكون واقعيين، في الريف في اي مكان، ده حتى في المدينة الطبيب الذكر بيعاني لو كان دكتور امراض نساء بالظبط. يعني انا كرجل مش عايز، انا راجل شرقي. طيب. ما انا في دي لازم ادي الفرصة ان الست تروح وان هي تسمع من الست وتتكلم معاها. انا اقول لحضرتك تجارب دول تانية بقى. تجارب لدول تانية عملت حلت المشكلة دي. ازاي؟ اولا انا عملت تصعيد للممرضة الموجودة بحيث ان هي تقدر تركب الوسائل ديت. ودي بعد تدريب وبعد امتحان وبعد في جزء تاني، شق تاني، هو بيشتغل على المجتمع، بيشتغل على الحاجات اللي هي الهرمونية اللي هي مش محتاجة تدخل طبي. ففي طرق تانية. ايوه بمنع الحمل وتوزيعها والكلام ده كله. ايوه بالظبط. ايوه عشان احنا بتقول الهرمون يقول لك ايوه يا نهار ابيض دول عايزين يدونا ادوية غلط. لا في حاجة اسمها تسويق مجتمعي، وده بيحصل دول كتير قوي عملته ونجح جدا. وفي اللي هو التاسك شيرنج، ان انا اخلي الممرضة ممكن تعمل حاجات تانية بيعملها الطبيب. وتساعد الموضوع وتسد العجز اللي موجود. وعلى فكره ده موجود جامد جدا عندنا في مصر، والرائدات اللي عاملينها هم المجالس الرائدات الطبية. للاسف هو برضو دورهم محدود في الموضوع ده، اللي هو هي بتقدم مشوره بس. انا عايز اصعد لها الموضوع شويه بحيث ان يبقى عندها سكيلز، عندها مهارات ان هي تشتغل تنظيم اسره. طيب لو انا قلت لك من 1 لـ10 الازمه السكانيه في مصر وصلت لدرجه كام؟ ده للمستقبل ولا دلوقتي؟ دلوقتي ولا المستقبل؟ لا اديني رقم. لو انا ماشي بنفس الفيجر ده احنا 10. 10 من 10. 10 من 10. يعني احنا لابسين في حيطه. يعني 10 من 10. يعني الازمه وصلت درجتها 10 من 10. حضرتك انت عندك ده اقصى ما يمكن. انت عندك كل سنه على الاقل 2 مليون مولود. على الاقل 2 مليون مولود. احنا بنتكلم بقى حضرتك الخدمات اللي هتقدمها ازاي. طيب الدول بعد كده بعد 20-30 سنة هياكلوا منين؟ المصادر
اللي انت هتزرعها، التربة هتقل ولا هتزيد، المياه علشان من المفترض علشان مصر تصل الى معدل طبيعي شوية او على نوصل لكام مولود في السنة. هو يعني الاستراتيجية قالت ان احنا عايزين على الاقل يعني ما نزيدش باي حال من الاحوال عن 1,800,000. طبعا ده الرقم ده انا معترض عليه، احنا المفروض نقل اكتر من كده. احنا المفروض نقل اكتر من كده. نوصل لكام؟ انت شايف ان احنا علشان نصل الى مرحلة ان احنا نطلع من منطقة الخطر السكاني والتزايد السكاني الخطير، بص حضرتك، نوصل لكام مولود يعني في السنة؟ يعني فخامة الرئيس حدد الرقم، فاعتقد انه ممكن طبعا. وبعدين هي لو ما تاخدش الاجراء ده حاليا، ده هنقعد كده فترة طويلة. يعني في لازم يبقى في فرامل، لازم يكون في فرامل، لازم. دكتور طارق رفيق نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان، بشكرك شكرا جزيلا لوجودك معايا في هذه الفقرة، وانا اسف طبعا عطلت عليك في علاقات الناس خالص. بس انا حبيت اوريك قد ايه المجتمع مندمج. طيب اذا كنا كلنا حاسين بالخطر بتاع المشكلة دي، انا حبيت اوريكوا بس 2 مليون كل سنة، 2 مليون طفل كل سنة، مليون واحد لازم نلاقي لهم شغل كل سنة غير اللي قاعدين في البيت، خدوا بالكم. والمليون اللي احنا بنجيب لهم شغل كل سنة عايزين مليون شقة كل سنة، يعني مليون وظيفة ومليون بيت عشان يتفتح المليون بيت، او 500,000 لو احنا قلنا النصف المجتمع من النساء او من السيدات. ارجوكم زي ما حضراتكم تعليقاتكم كتيرة جدا، طبعا في تعليق او اتنين بيقولك سيبها لربنا الطفل بيجي برزقه، ارجوكم حاولوا ان تثقفوا من حولكم، خلينا احنا نكون اداة لتثقيف الاخر. ما تخشلوش من منطلق عشان تحافظ على الاقتصاد وتحافظ على كذا وكذا، خشله من المنطلق العلمي شوية. وأنا متأكد أن الدولة في الفترة القادمة ستبدأ في هذه الحملات العلمية، الإقناع العقلي أهم كثيرا من أي شيء آخر. بشكر حضراتكم على المتابعة، نشوفكم بكرة بإذن الله الحياة اليوم.